مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله في حلقتنا أكيد هنتابع كل تفاصيل استعداد فرقتنا فريق النادي الأهلي إن شاء الله اللي هيواجه طبعا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات فريق سيمبا التنزاني. إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا. النادي الأهلي أكيد تأهل خلاص، لكن في أهداف كبيرة جدا في هذه المباراة. ريفنج النادي الأهلي إن شاء الله يفوز على يمكن الفريق الحصان الأسود في دور المجموعات فريق سيمبا التنزاني. إن شاء الله النادي الأهلي يؤدي أداء أكتر من رائع ونتيجة كمان نتيجة كبيرة تليق باسم النادي الأهلي استعدادا طبعا لدور الثمانية. النهاردة كمان عندنا فقرات كتيرة جدا زي ما قلت لحضراتكم، عودة للتدريبات، استعدادات مهمة جدا لمباراة سيمبا التنزاني. كمان عندنا يعني هنتكلم عن رحلة نجمنا الكبير الكابتن مؤمن زكريا للإمارات، تكريمه في نهائي بطولة كاس الإمارات. عندنا كواليس كتيرة جدا، فيديوهات كتيرة جدا. النهاردة إن شاء الله تكون حلقة دسمة من البيت الكبير، لكن طبعا برحب في الأول بزميلتي سهام. مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن هاني، جمهور النادي العظيم في كل مكان، أهلا بيكم. حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، بيت كل الأهلوية. النهاردة لازم نتكلم عن النادي الأهلي، لازم نتكلم على مشواره إن شاء الله في دوري أبطال أفريقيا. صحيح مباراة تحصيل حاصل، لكن كل ما يدور حوالين هذه المباراة هتتابعوه هنا بالتفصيل. أخبار النادي الأهلي طبعا أنتوا عارفين إن إحنا دايما هنا ورا الفريق، دايما بنسنده في الحلوة والمرة. أنتوا اللي قلتوا كده، دايما الجمهور هو اللاعب رقم واحد مع الفرقة واللاعب الأهم أفتكر والرئيسي في كل المباريات وكل البطولات. عندنا طبعا مباراة مهمة زي ما قلت مع فريق سيمبا التنزاني، فريقنا عايز يكسبها، ياخد من خلالها دفعة معنوية قوية قبل ما يرجع لمعمعة بقى بطولة الدوري الصعبة الفترة اللي جاية ديت واستكمال المشوار. وللأهلي الحقيقة يعني بتستناه مباريات كتير في هذه البطولة الغالية علينا كلنا. النهاردة هنتابع فقرتنا الأولى أخبار أكيد النادي وفرقتنا وآخر استعداداتهم لمباراة سيمبا التنزاني، يعني خاصة بعد ما أخدوا راحة امبارح. النهاردة استأنفوا التدريبات، المباراة يوم الجمعة اللي جاي بنفكركم، بعد بكرة فريقنا هيدخل في معسكر علشان هذه المباراة. بعد كده هيكون في الفقرة الحوارية الأولى لقاء مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ جمال الزهيري، هنتكلم حوالين المباراة المرتقبة مع سيمبا، بطولة الدوري الممتاز، أهم الأحداث على الساحة الرياضية النهاردة، وتكريم طبعا كابتن مؤمن زكريا في الإمارات أكيد ما بننساهوش دايما في الفقرة الحوارية الثانية. لنا لقاء مع نجم النادي الأهلي مدرب حراس المرمى الكابتن أحمد فوزي، برضو هنتكلم عن النادي الأهلي، مشوار الفريق طبعا ومباراة سيمبا، المستوى المتميز النهاردة كمان اللي بيتألق فيه محمد الشناوي اللي كان سبب مهم ورئيس أفتكر في انتصارات الأهلي الفترة اللي فاتت. في الفقرة الأخيرة هيكون اللقاء بيتجدد زي كل يوم ثلاث مع زمايلنا العزاز أحمد أسامة ومحمد فارس، والفقرة اللي بتستنوها كلكم خط أحمر، حديث لأهم الموضوعات اللي أحاطت بنادينا حوالين وسائل الاتصال الاجتماعي المختلفة. أكيد أكيد طبعا. يمكن قبل ما نخش في أخبارنا النهاردة في الفريق وأخبار نادينا، كان في طبعا خبر حزين وهو رحيل الأستاذ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي اللي وفاته المنية النهاردة، ونعاه مجلس إدارة النادي الأهلي وشركة برزنتيشن لايف طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب. نعى النادي المستشار حلمي عبد الرزاق عبر موقعه الرسمي، وقال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس إدارة الإدارة والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الأستاذ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي التي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. كمان النهاردة مجلس إدارة الأهلي شاركوا فيه كمان تشييع جنازة الفقيد، وكابتن محمود الخطيب حرص طبعا والعديد من أعضاء مجلس إدارة النادينا على المشاركة في تشييع جثمان المستشار حلمي عبد الرزاق. يعني ربنا يرحمه، وحلمي عبد الرازق آسف، ربنا يرحمه. وزي ما حضراتكم شايفين في الصورة معظم يعني كل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة طبعا الكابتن محمود الخطيب، كمان شركة برزنتيشن لايف بتنعي وفاة المستشار حلمي عبد الرازق كل الرحمة، وربنا يرحمه لأنه كان شخصية عظيمة، شخصية يعني مسؤولة، و
كان يقوم بخدمات كبيره جدا جدا صحيح. للنادي الاهلي في خلال حياته كلها. ربنا يرحمه ميت في ايام مفترجه، وطبعا مجلس الاداره باعضائه بالحقيقه وبرزنتيشن لايف النهارده بينعوا السيد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، ودعوا طبعا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته. كمان عدد كبير جدا من مسؤولين النادي النهارده الحاليين والسابقين نعوا الفقيد النهارده في وسائل الاتصال المختلفه، ويعني على سبيل المثال سياده الوزير عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي النهارده كتب في حسابه على فيسبوك تحديدا: توفي إلى رحمة الله الصديق والأخ الغالي والمخلص والمحترم المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي اليوم، ربنا يرحمه ويغفر له. كمان العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات كتب على فيسبوك النهاردة: أتقدم بخالص العزاء في وفاة المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، أدعو الله الفقيد للفقيد بالرحمة وللأسرة الصبر والسلوان. عموما ربنا يتغمده بواسع رحمته يا رب. احنا كمان هنا بنتقدم بخالص تعزينا، ربنا يرحمه ويلهم اسرته ومحبيه والصبر والسلوان. والحقيقه زي ما بسمع طبعا عمري ما التقيت فيه، بس يعني دايما السيره الطيبه هي اللي بتمتد، ودايما احسن حاجه لما يقول لك ده كان راجل محترم، كان راجل محب للاهلي، خدم النادي سنوات طويله في مجاله، فالسيره دايما هي اللي بتبقى. ربنا يرحمه، ربنا يرحمه طبعا، في ايام حلوه قوي قوي، ربنا يرحمه طبعا، مسيره طويله مع النادي الاهلي، خدم النادي الاهلي وكان محب جدا جدا كعاده ابناء النادي الاهلي المحبين لهذا الكيان الكبير. نروح لاخبارنا واخبار نادينا، ونبدا من خبر مهم جدا خاص بمباراه النادي الاهلي مع سيمبا التنزاني. كابتن سيد عبد الحفيظ قال النهارده ان المباراه هتقام على ملعب الاهلي والسلام ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه الساعه 9 بالليل. كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان كمان الاجتماع الفني للمباراه طبعا هيكون يوم الخميس، طبعا قبل المباراه بيوم، هيكون الساعه 2 الظهر بمقر النادي الاهلي بالجزيره، اكيد بحضور الجهاز الاداري بالنادي وطاق تحكيم والمسؤولين عن الجانب التنظيمي من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف. هيتم اكيد خلال الاجتماع ده كالعاده الاتفاق على كافه التفاصيل المتعلقه بالمباراه، زي الفريقين، موعد وصول الفريقين امتى، كل الامور التنظيميه دي ان شاء الله هتتم يوم الخميس ان شاء الله الساعه 2 بمقر النادي الاهلي بالجزيره. طيب النهارده كمان خلاص يعني بدا العد التنازلي زي ما بنقول للمباراه دي، رجع الاهلي لتدريباته مره ثانيه على ملعب التتش النهارده في الجزيره بعد ما يعني استأنفوا خلاص، يعني كانوا في راحه سلبيه امبارح. كوتش موسيماني قبل ما ينطلق التمرين النهارده عقد معاهم محاضره بالفيديو مع كل اللعيبه، اتكلم فيها على الجوانب الفنيه المختلفه، الهدف من ده ايه؟ الهدف ان انت تصحح اخطائك اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، واتكلمنا هنا عليها كتير جدا، واللي يمكن في بعض اللعيبه مش الكل وقع فيها وفي بعض المباريات الاخيره، خاصه ان انت بتتكلم يعني مباراه المريخ السوداني ديت هي يمكن اللي اغضبت الجمهور والراي العام في ملعب الجوهره الزرقاء في الخرطوم، متعادل طبعا فيها النادي الأهلي 2-2. وبس بالرغم من ده بنحسم تأهلنا رسميا لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، مباراة تحصيل حاصل ولكن الفوز فيها مهم جدا جدا علشان نرد على سيمبا التنزاني النهاردة. الحقيقة كوتش موسيماني اتكلم وشرح بالفيديو للعيبة الجوانب الفنية دي زي ما قلنا، يمكن النهاردة كان في تعليمات خاصة للعيبة محددين، صحح بعض الأخطاء اللي حصلت. كمان النهاردة كان في جلسة ما بينه وما بين الجهاز الطبي على هامش التمرين النهاردة، اتعرف من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفرقة وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، اتعرف على إيه المستجدات، مستجدات البرنامج التأهيلي خاصة للعيبة طبعا ده مهم جدا طبعا، يعني اللعيبه المصابه يمكن فترة. اكيد ان شاء الله عوده، يعني في شفنا وليد سليمان ان شاء الله في كمان عوده مستمره للعيبه المصابين، ان شاء الله كل اللعيبه تكون جاهزه، لان خلي بالكم حضراتكم مباراه سيمبا مباراه مهمه على مستوى الريفنج، على مستوى البرستيج النادي الاهلي، على مستوى كمان مصالحه الجماهير بعد الاداء الضعيف امام المريخ، لكن المشوار ما بعد كده مشوار طويل جدا. النادي الاهلي عنده تقريبا 7 مباريات في خلال شهر واحد، شهر ابريل، عنده كمان الجوله ربع النهائي مع بطوله افريقيا ان شاء الله في شهر 5،
5 السوبر الافريقي، فمحتاجين كل لعيب يرجع، وديت ان شاء الله اعتقد بشكل كبير جدا علي معلول باذن الله يكون متواجد. عندنا حمدي فتحي، طبعا حمدي فتحي يمكن هو اللي هيغيب فتره طويله النهارده. الدكتور الفريق بيتكلم على مستجدات اصابه حمدي فتحي لاعب الفريق، اللي يمكن حضراتكم عارفين اجرى جراحه يعني في الكوع مؤخرا، وقال يعني الدكتور احمد ابو عبله ان حمدي فتحي هيعمل كمان فحص طبي تحت اشراف الطبيب اللي عمل له العمليه، اللي التعرف بقى على المستجدات. يعني هو خلاص عمل العمليه، لكن الفولو اب بتاع العمليه احنا عارفين يمكن كان حمدي فتحي طبعا مع منتخب مصر اصيب وكان عنده جراحه في الكوع، وكانت الغياب اعتقد من 10 ل 12 اسبوع، يعني تقريبا هيغيب يمكن اكتر من تقريبا شهر وشهر وشويه. طبعا اصابه حمدي فتحي اصابه يعني ربنا طبعا يشفيه ويرجعه بالف سلامه، لانه عنصر مهم جدا من عناصر خط وسط النادي الاهلي، ولكن يبقى كمان عندنا البدائل، وعندنا البدائل القويه جدا. كمان احمد ابو عبله دكتور النادي قال بناء على نتيجه الفحص اللي هيقدمه او الدكتور اللي عمل العمليه هيعمل فحص كامل لحمدي فتحي، ومن خلاله هنحدد بالظبط المهله اللي ان شاء الله يعود فيها للتدريبات. وخلي بالكم الاصابه في الكوع يعني لا تعوق اللاعب على اجراءات التمرين البدني، ممكن جدا يجري، ممكن جدا يعمل بعض التدريبات بحرص شويه على كوع، لكن في الفتره الاولى طالما في جبس اعتقد هيقعد تقريبا 4-5 اسابيع، ويبدا بعد كده يخش في تدريبات علاجيه، وان شاء الله يعود حمدي فتحي سريعا ان شاء الله. من شهرين مش هو ده الطبيعي، شهرين عشان يبدا ان شاء الله التدريبات مع الفريق. على خير، كانت اصابه قويه اكيد لما كان في المنتخب. نروح بقى الخبر مهم من الاهلي بعيدا عن الكوره شويه. النهارده كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان بيستقبل وفد دبلومه الاداره الرياضيه فيفا او لفيفا في مصر هنا. المجموعه دي او الوفد ده بيدرس هنا يا جماعه، وتواجد في الاجتماع ده دكتور عمرو محب ممثل المركز الدولي للدراسات الرياضيه تابع للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا في مصر، وايضا كان موجود دكتور محمد قطب، دكتور محمد مدير برنامج الاداره الرياضيه بالمركز. كان كابتن محمود الخطيب النهارده بيقدم الدعم المعنوي للوفد ده اللي بيضم الحقيقه مجموعه من اللي بيدرسوا دارسي دبلومه الاداره الرياضيه للفيفا زي ما احنا قلنا هنا في مصر. عملوا جولة تفقدية للنادي زي ما انتم شايفين في مقر التتش عشان يقربوا اكتر بقى من فكرة المنشآت في النادي، بيطلعوا اكتر على النظم الجوانب الادارية ماشية ازاي ضمن طبعا البرنامج المحدد للدارسين. ده مهم جدا عملي يعني طبيعي طبعا عملية. النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب زي ما بيقول بنقوم دايما انه على مستوى الرياضي ما شاء الله، يعني ملف كره القدم كلنا مطمنين، لكن كمان على الجانب الاجتماعي يمكن اجنده الكابتن محمود الخطيب النهارده كانت مليانه شويه. كان يوم دسم بالنسبه للكابتن محمود الخطيب اللي كان عنده اكتر من مناسبه، وعشان يفضل طبعا النادي الاهلي هو الوجهه المشرفه للكره المصريه والرياضه المصريه بشكل كبير. النهارده من خلال كمان الدور المجتمع الكبير اللي بيقوم بيه النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي حضر كمان احتفال اتحاد الاتحادات النوعيه الرياضيه والشبابيه. هذا الاحتفال كان طبعا بمناسبه اليوم العالمي للرياضه من اجل السلام. النهارده الاحتفاليه دي اقيمت النهارده الظهر بمقر مركز شباب الجزيره بحضور طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. الكابتن محمود الخطيب قال كلمه مهمه يعني من خلال الاحتفال ده، اكيد وجه الشكر لكل الحضور على راسهم طبعا سياده الوزير الشباب والرياضه، واعرب عن سعادته بهذا الجمع للاحتفال باليوم الدولي للرياضه من اجل السلام، وقال ان احنا بنحتفل وكمان العالم يعني يصادف ان هذا اليوم كمان العالم كله كان بيحتفل يمكن من ايام قليله طبعا باحتفاليات اللي احنا شفناها، واحتفاليه رائعه بالنسبه لمصر كانت منقوله للعالم كله. النهارده العالم كمان تحت رعايه الامم المتحده. كابتن محمود الخطيب قال انه يوم سعيد جدا جدا، وهو سعيد شخصيا بهذا الاحتفال ده في الوقت زي ما بقول لحضراتكم ان وقت بيحتفل بيه العالم كله بتاريخ مصر. قال كمان ان الدوله المصريه بقياده طبعا رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بتسير في اتجاه الرياده في شتى المجالات. احنا عارفين على مجال الرياضه احنا في ان شاء الله طفره قويه جدا على مجال الرياضه وعلى مجال اكتشاف المواهب على الانشاءات على استضافه البطولات العالميه اللي يمكن مصر يمكن يعني بتتحدى فيها الصعاب بشكل كبير جدا جدا. كل دي نجاحات للدوله المصريه على المستوى على جميع المستويات بصراحه،
ويكفينا كمان الفخر بهذا الحفل اللي شفناه والعالم كله بيحتفي بحضارتنا يا سهام خلال اليومين اللي فاتوا. اكيد النهارده يمكن في الكلمه اللي القاها كابتن محمود الخطيب دايما لما بيتكلم بيكون في رسائل. النهارده كان بيتكلم عن دور الرياضه، كان بيتكلم عن دور الرياضه ودورها في حياه الشعوب الكبير في غرس القيم في الشباب، وازاي هي وسيله للسمو فوق التعصب وطريق للتسامح. كمان كابتن محمود كان بيتكلم النهارده بيقول ان الرياضه خلاص اصبحت يعني سبيل للحفاظ على ميثاق الرياضه والروح الرياضيه، تفعيل دور الرياضه في حياه الامم والشعوب. ما نسيش كابتن خطيب اصحاب الهمم او اصحاب القدرات الخاصه اللي دايما بيصروا رغم كل الصعوبات ان هم يمارسوا الرياضه، وفي منهم اللي بيحقق ميداليات وبيسافر بره بيعمل انجازات كبيره. الحقيقه كابتن محمود برضو بيتكلم عن الانسان الرياضي المثقف، الرمز الرياضي المصري والافريقي الكبير، اتكلم في حاجات كتيره جدا. تعالوا نشوف دلوقتي كده ونسمع قال ايه ونرجع تاني في البيت الكبير. الحقيقه سعادتي بهذه الاحتفاليه لها اكتر من سبب. بدايه تجمعنا الحالي بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، وما زال العالم كله يعيش لحظات الإعجاب والانبهار بمصر الحضارة، مصر التاريخ، وهي تسير جنبا إلى جنب مع مصر الحاضر، مصر البناء والتطوير، بإرادة الله وعونه وبقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعزيمة تصميم شعبها وتطلعه إلى مستقبل أفضل بإذن الله. أيضاً كرياضي سعيد جداً بالتقدير المستحق لقيمة الرياضة في حياة الشعوب، وسعيد بتخصيص يوم من خلال هيئة عريقة كهيئة الأمم المتحدة للاحتفال بالرياضة والتأكيد على دورها في نشر السلام بين الشعوب. وبدون تحيز الرياضة هي ركيزة من ركائز أساسية للنهوض بأي مجتمع، وعامل مهم لغرس القيم الأخلاقية بين الشباب وتعزيز الشعور بالانتماء للأوطان. الاحتفال بيوم الرياضة عالمياً يبث روح التنافس الشريف والروح الرياضية التي نرجوها ليس فقط بين أبناء الوطن الواحد، بل بين مختلف المواطنين في مختلف البلدان. الرياضة وسيلة للسمو فوق التعصب وكل المشاعر السلبية. الرياضة طريق للتسامح وللتقارب حتى وإن اختلفت الألسنة وتعددت اللغات. الرياضة سبيلك للتواضع عند النصر، وسبيلك للإصرار على النهوض عند الهزيمة. الرياضة دعامة من دعائم بناء الإنسان، وأداة لصقل صفاته النبيلة. الرياضة درع واقي وحصن وحصين لصحته البدنية والنفسية على السواء. وبالقطع لا يسعنا أن نغفل دور الرياضة في الإسهام في اقتصاد الدول. الرياضة أصبحت صناعة لا يجتهان بها، لها أدواتها ولها استثماراتها، ومن ثم فإسهامها في الاقتصاد شيء لا يمكن إغفاله. الحديث قد يطول ساعات وساعات عن أهمية الرياضة، ولذلك نقطتان أخيرتان. دعوتي لكل من له صلة بالرياضة، عليكم بالتكاتف وأداء رسالتكم التي هي مسؤولياتكم في المقام الأول. الرياضة رسالة سامية، حافظوا على ميثاقها وكونوا خير ممثل لها على كافة الأصعدة. والنقطة الأخيرة، كامل احترامي وتقديري لأبنائنا من ذوى الهمم الذين يضربون أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار على ممارسة الرياضة رغم ما قد يلاقون من مشاق. الرياضة وسيلة ورسالة، ومن أعظم ما تحمله هذه الرسالة نشر الوئام والسلام بين الشعوب. ونختم بالسلام، اللهم منك السلام
وإليك السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة بقى لكل الأندية وكل المنازل إن يا جماعة اهتموا بالرياضة بالنسبة لأولادكم، بالنسبة للسلوك. السلوك الرياضي هو اللي بيخلق شاب رياضي حسن متميز، ما فيش انحراف، ما فيش إدمان. فأهم حاجة إن احنا علينا الاهتمام بالرياضة في منازلنا قبل الأندية. يعني إذا كان الناس مش قادرة يعني تنضم الأندية ولا حاجة، خلوا أولادهم يتعلموا الرياضة من خلال الأكاديميات اللي موجودة دلوقتي. أخد بالك وفي يعني مراكز شباب كثيرة حقيقة على مستوى مصر، آلاف مراكز شباب ما حدش بيدفع فيها أي مبالغ ولا حاجة، فيش كلام. يعني ده هيبقى مهم أوي لأولادهم، وعبارة عن بصمة موجودة في تاريخ مصر إن هي عندنا رياضة، رياضة بمعنى الكلمة. أنا هبتدي منذ الأمم المتحدة قالت إن اليوم ده يوم عالمي للرياضة، وكنت الفوكال بوينت بيرسون في مصر أنا والدكتورة رانيا علواني والدكتورة ماجي الحلواني بنمثل جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت. النهاردة بنحتفل بهذا اليوم كل سنة، فالنهاردة لما يكون وزير الرياضة موجود معنا، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قمم رياضية كابتن محمود الخطيب، ورئيس ونواد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، وعديد من مش عاوز أقول أسماء، إنما النهاردة بنقولنا للرياضة رحبنا بالناس، كرمنا بعض الرموز، انما شفنا بقى رياضه. شفنا المشروع القومي للناشئين في الاسكواش، المشروع القومي للناشئين في التايكوندو، موجودين في صرح رياضي رائع. يمكن استوديوهاتكم على الجانب الاخر بتصوروا من فوق برضه. احنا شايفين ان في طفره في مجال الرياضه، قناعه من القياده السياسيه، قناعه من الحكومه، بالاضافه لقناعه اولياء الامور. النهارده يوم عالمي للرياضه، يوم للتسامح، للابطال، للمواهب الجديده اللي المفروض الدوله بترعاها. دي مشاريع طبعا بتتعمل في لعبه سكواش، كانت لعبه مقصوره على فئه معينه، دلوقتي اللعبه في توجيهات وزاره الرئيس عبد العزيز ان هي تبقى متاحه للجميع. مجهود كبير جدا دكتور اشرف صبحي، مركز شباب الجزيره بيحتضن اول فيز الاولانيه، ومدينه رياضيه بورسعيد بتحتضن الفيز الثانيه. عندنا اكثر من 430 لاعب ولاعيبه من 6 و7 و8 سنين، مواهب كبيره جدا ان شاء الله هيكملوا اجيال، يبقى بخط متوازي مع الاتحاد ان شاء الله باذن الله. في الفيوتشر تقدر تشوفي يعني ابطال عالميين طالعين من المشروع دوت، مساهمه جدا من الدوله على تكاليف الاسر المصريه، بندي فرصه كبيره 20% من المشروع من دور رعايه الايتام ومن اولاد ابطالنا شهداء الجيش والشرطه بيتمرنوا معانا. في طبعا اهتمام كبير جدا بالقطاع دوت، ان احنا ان شاء الله هنطلع منهم ابطال ويكونوا رول موديل باذن الله عالمي باذن الله. زي ما بقول لحضراتكم كلنا سعداء بالطفره الرياضيه على مستوى البلد كلها، وزي ما بقول لحضراتكم مش على مستوى كره القدم، ان شاء الله خلال السنين القليله اللي جايه هيكون الرياضه في جميع الالعاب، جميع حتى الالعاب الفرديه هيكون فيها طفره كبيره جدا، منشات على اعلى مستوى، بنيه اساسيه على اعلى مستوى. وما يزيدنا فخر كمان وجود دايما الكابتن محمود الخطيب في هذه المناسبات العالميه زي ما بنقول. الكابتن محمود الخطيب بصراحه وجهه مشرفه للنادي الاهلي ككيان، كاسم كبير واسطوره من اساطير كره القدم، وكمان على راس مجلس اداره لكيان كبير زي كيان النادي الاهلي. كمان النهارده من الجميل كمان ان السيد طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير للشباب والرياضه بيكرم الكابتن محمود الخطيب، يمكن شفنا بيهدي له درع ده كرمز للرياضه والرياضيين في مصر. الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم وجهه مشرفه جدا، ودايما كابتن محمود الخطيب دايما بيتكلم على مفهوم الرياضه، زي ما شفنا كده بعض النجوم بيتكلموا على مفهوم الرياضه، مفهوم التسامح، مفهوم الرياضه، بناء الشخصيه، وده مهم جدا تبني شخصيه رياضيه، شخصيه سويه. وهو ده ان شاء الله باذن الله اللي هيكون في مصر الرياضه، او مستقبل مصر في الرياضه ان شاء الله الفترات اللي جايه. كلنا فخورين بما يقدمه الكابتن محمود الخطيب، وعندنا كمان خبر سعيد جدا يخص طبعا نجمنا الكبير الكابتن مؤمن زكريا. النهارده زي ما حضراتكم عارفين يمكن سافر الى الامارات عشان يعني يحضر كمان، سافر الى دبي بيحضر مباراه طبعا نهائيه لكاس الخليج العربي اللي هتجمع ما بين فريق شباب اهل دبي وفريق النصر على ملعب الشارقه يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. كمان سهام يعني الواحد بيفرح برموز النادي الاهلي وكياناتها. الكابتن محمود الخطيب دايما موجود في كل المناسبات
الرياضية العالمية على مستوى مصر على مستوى العالم. كمان عندنا مؤمن النهاردة كمان بيسافر لدبي عشان يشارك كمان في بطولة كبيرة جدا. بتبسط جدا لأن طبعا في مصر مؤمن زكريا يعني بيكرم وما فيش حد أبدا بينساه. كمان على مستوى دولة الإمارات الشقيقة دايما بنتكلم عن هذا التتويج. النهاردة حتى هو كان يعني سعيد جدا لابتسامة كانت على وشه. كأس العالم العربي النهاردة أو كأس الخليج العربي في الإمارات النهاردة كتبت الصفحة الرسمية لشباب أهل دبي كمان كانوا قالوا بنرحب بمؤمن زكريا في وطنه الثاني وتشرفوا بحضوره نهائي كأس الخمسين كأس الخليج العربي زي ما قلنا. والصفحة كمان كانت بتقول له يعني أهلا بالنجم الكبير في أرض زايد الخير. زايد الخير هي حقيقي. كمان على الجانب الآخر بقى موقع نادي شباب الأهلي كمان حسابه الرسمي تويتر النهاردة عملوا فيديو كده كانوا بيرحبوا بيه والحقيقة كان طبعا هو كضيف شرف لنهائي كأس الخليج العربي. والفيديو ده كان فيه طبعا أحد أهداف مؤمن الجميلة جدا واحتفاليته الشهيرة اللي بيقلدها النهاردة كل نجوم الفريق. النهاردة يمكن مؤمن خلاص بقى رمز يعني بقى أيقونة. أنا كنت سعيد جدا بهذه الدعوة وكمان سعيد بالفيديو. استقبال كبير الطرف الثاني كمان نادي النصر النهارده في المباراه النهائيه لكاس رئيس الامارات كان ناشر فيديو هو كمان بيرحب بمؤمن زكريا النجم المصري الاهلاوي الكبير. يمكن كابتن مؤمن برضو زي ما قلت لحضراتكم كان سعيد جدا النهارده الصور ليه منتشره جدا. سعيد ان توجهت له الدعوه ديت علشان يحضر المباراه. سعيد انه موجود في بلده الثاني الامارات. النهارده كتب كده قال انا سعيد بتواجدي في بلدي الثاني بحب الامارات جدا ومش عارف أقول إيه من كتر حب الناس بلدي التانية وإن شاء الله أكون موجود معاكم. ده يعني النهاردة الصور انتشرت كانت مراته طبعا معاه وكان ابنه فالاحتفال كان بيه رهيب جدا والحفاوة اللي تم الاستقبال يعني استقباله بيها كانت كبيرة جدا جدا. وده يمكن تكريم له ودايما نقول إن دي منحة مش محنة أبدا. صحيح. وكل الناس دلوقتي فاكراك وكل الناس بتدعي لك وإن شاء الله هتقوم بالسلام يا رب. إن شاء الله قريب يا جدا رب إن شاء الله. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبل الناقد الرياضي الكبير أستاذ جمال الزهيري هنا في البيت الكبير. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. فقرنا دلوقتي أكيد مع طبعا ناقد رياضي مميز جدا نتكلم فيه في عدة ملفات بصراحة. ملف أكيد النادي الأهلي، ملف المشوار الأفريقي والعشرة أهلي إن شاء الله اللي بإذن الله النادي الأهلي يشرفنا ويكون متواجد في المباراة النهائية ويفوز بالبطولة إن شاء الله. مشوار صعب لكن النادي الأهلي قادر. كمان مشوار النادي الأهلي بينتظره في مشوار الدوري. حضراتكم عارفين يمكن في مؤجلات كتيرة جدا للنادي الأهلي. مباراة كل تقريبا مش كل 3 أيام، مباراة كل يومين خلال شهر إبريل. مشوار طويل جدا جدا واستعدادات كتيرة. كمان بعض الأخبار العالمية هنناقشها وطبعا هيكون معانا فيها ضيف مميز جدا بيشرفنا دايما في البيت الكبير استاذ جمال الزهيري. بنرحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن. منورنا. انت اللي منور والله. ابدا معاك من ايه؟ مباراه ريال مدريد ولا لا؟ لا خلي ريال مدريد لما يخلص. لما يخلص يعني للاسف دلوقتي النتيجه كمان 3-1 نتيجه غير متوقعه لكن يعني كره القدم وارد فيها تعديل النتيجه وارد لغايه نهايه المباراه يبقى فيها اي تغيير يعني. صحيح صحيح. طيب نبدا بملف النادي الاهلي في المشوار الافريقي بعد التاهل الحمد لله لدور الثمانية. حضرتك شايف مباراه سيمبا التنزاني لها اهداف ايه؟ الاهداف اللي في مباراه سيمبا التنزاني رغم التاهل ايه اهداف الاساسيه اللي بيسعى بيها اللاعبين والجهاز الفني في مباراه ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي؟ هو طبعا بدايه لازم نقول انه النادي الاهلي حقق اللي هو عايزه وان كنا وهم نفس اللعيبه مش راضيين. يعني حتى الجهاز الفني واللعيبه مش راضيين عن الاداء اللي حصل قدام المريخ. بس يعني اجمل ما حدث في مباراه المريخ انه برضو النادي الاهلي لم يستسلم لحاله انه هو خارج. يعني اغلب اللعيبه كانوا خارج الفورمه تماما وبعيد عن مستواهم. وبالتالي نقدر نقول انه كان الاداء السيء اللي حصل لم يمنعهم من ان هم يلعبوا برضو لغايه اخر لحظه لتحسين النتيجه. احراز الهدفين طبعا التعادل بدر بنون وياسر ابراهيم.
اعتقد ان ده برضو له معنى. يعني احنا مش بنجمل اي حاجه كده وخلاص، احنا بنقول الواقع. الواقع انه النادي الاهلي لم يستسلم للهزيمه، مع اعترافنا بانه الاداء ما كانش على المستوى اللي احنا عايزينه حقيقي خالص. يعني خلينا نكون صريحين، يعني عندك مثلا في الالتحامات الثنائيه الكرات المشتركه كانت دايما من نصيب لعيبه المريخ، بشكل طبعا اعتمادهم برضو هجماتهم المرتده كانت سريعه جدا، وكانت في الغالب بتشكل خطوره على النادي الاهلي. النادي الاهلي ما كانش في اليوم ده في يومه تماما، ولكن زي ناخد منه زي ما انت بتقول مهم جدا، والواحد لعب كوره وعلى مستوى في مباريات كده بتعدي طبعاً. وانا في اعتقادي الشخصي على على الجانب الفني بالنسبه للموسيماني الراجل اعتقد عمل عليه، حتى التغييرات كانت تغييرات وحتى التشكيله الاساسيه اللي هو صحيح لعب بيها صحيح هي دي اللي احنا اشادنا بيها قدام فيتا كلوب بالظبط. فبالتالي ما تقدرش كمان تقول انه في اخطاء على مستوى الإدارة الفنية من ناحية اختيار التشكيل أو التغييرات أو إدارة المباراة. هي القصة كلها يعني المحصلة اللي احنا حصلنا عليها دي راجعة لأنه عدد كبير من لعيبة النادي الأهلي في اليوم ده ما كانوش في يومهم. ده حقيقي وده وارد في كرة القدم وارد بلا شك. بس الكويس كمان زي ما حضرتك قلت يا أستاذ جمال انك حتى وانت سيء انك ما بتتغلبش ده بالزبط. يعني حتى سمة اللعيبة الفرق الكبيرة بتحاول بقدر الامكان انت اوت اوف فورم بره فورمتك، لكن في حد ادنى في حد بالزبط. ادنى من اني اطلع مثلا خسران، لا طب ما انا ممكن العب لغايه اخر دقيقه، وده اللي حصل صحيح. ويمكن يكون ده مفاجئ فريق المريخ برضو. يعني فريق المريخ كان اطمأن تماما لان النادي الاهلي خسران، فبيلعب المباراه ما عملش حساب ان النادي الاهلي بيلعب لغايه اخر دقيقه، واخد بالك لغايه اخر لحظه يعني ما بعد الدقيقه 90 صحيح واخد بالك. فبالتالي انا بشوف ان دي حاجه كويسه، يمكن كان نوع من الاعتذار من جانب لعيبه الاهلي عن الاداء الغير مرضي. يعني على الاقل ده اداء غير مرضي، فاحنا بنعتذر عنه بانه على الاقل يطلع الفريق وهو خارج ملعبه ان هو يتعادل صحيح. ناخد ايه من المباراه ديت عشان يرجع للسؤال الاولاني. المباراه في اهداف لمباراه سيمي، معلش انا دخلت في لا صح لان مرتبطه بيه، ده مرتبط بيه مرتبط يعني. اكيد بشكل مباشر مباراه سيمبا رغم التاهل ليها اهداف، تفتكر يعني اهداف الجهاز الفني هل الجهاز الفني اهدافه مصالحه الجماهير او اداء جيد جدا، هل اهدافه لا انا ببص للتارجت اللي بعد كده ان احنا فرصه ان احنا ندفع بعض العناصر الجديده، اهداف اللعيبه ايه؟ اهداف اللعيبه كمان لازم تكون على نفس مستوى الجهاز الفني، الاثنين بيفكروا بنفس المستوى طبعا. ايه اهداف مباراه طبعا سنة. الهدف الاساسي تحقق اللي هو التاهل الى دور الثمانيه صحيح، خلاص دي منتهيه واطمأنينا ليها وكله تمام. هي الفكره بقى النهارده الخلاف اللي الناس بتقول الاهلي يلعب بنفس تشكيلته نفس قوته نفس العناصر الاساسيه ولا يدي فرص للعيبه تانيين. اللي انا بشوفه ان هو يلعب بقوته الاساسيه يعني بتشكيله العادي، واذا امكن الدفع ببعض اللاعبين اللي هم العائدين زي ما حصل في مباراه المريخ. يعني انت دفعت ب وليد سليمان يعني ما بتبداش بيهم المباراه، يعني بيبقى لا انت يعني انا وجهه نظري ليه بقى؟ لان انت مش محتاج بس من المباراه، انت مش محتاج منها التاهل، خلاص التاهل ده محسوم، انما انت عندك الهدف الاول رد الاعتبار. ورد الاعتبار هنا له اكتر من جانب، رد الاعتبار للهزيمه امام سيمبا في المباراه الاولى، ثانيا رد الاعتبار على مستوى الاداء انك بتلعب في ملعبك، ولازم ان انت برضو تبعت رسالة لكل الفرق اللي جاية معاك اللي هتقابلك في دور الثمانية ان انت فريق الاهلي بطل افريقيا، فلازم تبقى اللعيبة بتاعتك كلها في الفورمة بتاعت ان هي هتكمل مشوارها في هذه البطولة عشان يلعبوا للحصول على اللقب. يعني يبقى في رسالة موجهة من لعيبة النادي الأهلي إن اللي حصل أمام المريخ ده كان
شيء عرض مش هو اساس يعني مش دي الصوره الحقيقيه لفريق النادي الاهلي. وده برضو بيعمل نوع من الدافع المعنوي عند لاعبتنا ان هم لا احنا هدفنا في النهايه هو البطوله. ثالثا او رابعا انه النادي الاهلي ما بيلعبش اي مباراه لتحصيل حاصل. يعني انا وجهه نظري طبيعي اكيد زي ما عشان كده بقول لحضرتك اهدافها ايه للمباراه دي بالزبط. اهداف ما دي اهداف. الهدف المهم ان هو النادي الاهلي كمان اي مباراه بيدخلها بيلعب عشان يكسب طبيعي، حتى لو الموقف بالنسبه له يعني هفترض ان النادي الاهلي كان في مشكله معينه في التاهل، ازاي كان هيتعامل مع المباراه الاخيره؟ كان هيلعب بنفس الجديه حتى لو هو ما تاهلش، يعني لو حدث اي ظروف. لكن النادي الاهلي بياخد المباريات كلها على اعتبار انها مباريات بطوله. ثانيا زي ما قلنا هيبعت بيها رسائل لان دي اخر صوره للنادي الاهلي قبل الدخول في دور الربع النهائي. كان معانا الكابتن سامي قمصان هنا من خلال حوار هنا في البيت الكبير من خلال تقرير قال انه بيفكروا بجزء من ان اللعيبه عايزين يدوا اللعيبه فرص، عايزين يدوا اللعيبه بعض الراحه لان المشوار كان طويل جدا والمشوار اللي جاي اصعب. يعني زي ما قلت في حدود برضو ما جاي لحضرتك تفتكر مين الاولويه في يعني انه ياخد راحه شويه في البوزيشن؟ لو اتكلمنا على البوزيشن شايف مين من لعيبه النادي الاهلي انها لا المفروض تاخد راحه مباراه سيمبا ويمكن كمان مباراه النصر في الكاس يمكن بعديها بايام قليله تفتكر مين العناصر اللي لازم تاخد راحه؟ لا وانت شايف ان الفتره الاخيره ممكن مش الفتره الاخيره احنا بنتكلم على اللي جاي، ممكن بالزبط. اللي جاي لو كمل بهذا المنوال ممكن جدا لا قدر الله يكون في اصابه. يعني لا هو طبعا لو هتتكلم على ان انت عندك عناصر عايز تريحها هتلاقي عندك لعيبه كتير، يعني اللي هم الاساسيين اللي هم بيلعبوا بشكل مستمر في مقدمتهم محمد الشناوي مثلا. ومع ذلك انا حسب متابعتي لاستعدادات الفريق انه الشناوي هو اللي هيبدا حسب الكلام اللي بيتردد يعني okay. لكن هي الفكره انا بقول ليه انه ما نديش انطباع يعني ما نديش انطباع ان الفرقه بتريح. احنا نفس التشكيل ممكن جدا تكتفي بجزء من الوقت لو انت حاسس ان في لعيبه معينه عايزه تستريح ممكن تشركه تقسم المباراة يعني تشركه بعض الوقت ثم تدفع بآخرين. يعني مثلا ناصر ماهر مثلا ممكن جدا يشترك في جزء كبير من المباراة. عندك وليد سليمان موجود واطمنا عليه في المباراة الأخيرة أمام المريخ. ولذلك أنا مش مع إن أخدها بشكل عام. طبعا هي في النهاية وجهة نظر المدير الفني في شك طبعا والجهاز الفني هم الأدرى يعني. بس إحنا بنقول واحنا بنتفرج من بره لأ انا تصوري انه الفريق يلعب بتشكيلته المعتاده واخد بالك حتى ده يدي انطباع للعيبه نفسهم ان المشوار ما انتهاش. يعني احنا مش بنريح مثلا في نهايه بطوله، البطوله ده انت لسه هتبتدي. لكن لو في لاعب انت شايف كجهاز فني انه محتاج الراحه مفيش مانع ان انت تديله الفرصه، وخاصه ان الراحه ديت هي مش راحه سلبيه، هو موجود ولكن راحه من المباريات بالظبط على المجهود البدني احنا عندنا، وفي نفس الوقت بتجهز بدايل لان انت الفتره اللي جايه محتاج كل لعيب. انت لازم يكون عندك انت عندك عدد من المباريات كتير جدا دولي جداً. وكاس وافريقيا يعني ومباريات مهمه جدا، مباريات كتيره جدا وكل مباراه الفرق طبعًا. ما بينها مش يعني 48 ساعه في مباريات بيبقى الفرق بيها يومين. ولذلك هو ده اللي هيبقى اقدر من اي حد يحدده هو الجهاز الفني، هو ده اللي يبقى عارف اكتر مين اللعيبه اللي محتاجه راحه بالفعل. وده بيبان على فكره من خلال طبعا من خلال متابعه اللعيبه هتلاقي في لعيب مرهق فعلا لازم ان هو يستريح، فبالتالي مش هتقدر تضغط. يعني الجهاز الفني لو تقييمه ان اللاعب الفلاني ده محتاج يستريح، خلينا نتكلم بكل امانه، انا شايف ان في احتياج كبير جدا انه يريح شويه محمد مجدي قفش على سبيل المثال مثلا مشوار طويل في رايي ممكن جدا تجهز محمد هاني في الفترات اللي فاتت برضو مجهود كبير جدا ممكن يبقى فممكن يكون مثلا بيكم موجود كده كده حمدي فتحي متعور وعندك عمرو السوليه بقاله فترات كبيره بيلعب برضه ممكن تدخل اكرام توفيق، يعني في عناصر ممكن. ما هو على فكره برضه
يعني ال خلينا نقول ايه انه مش في نفس الوقت يعني الفكره ان هو ممكن بالظبط ما هي الفكره داخل ان انت اثناء المباراه صحيح. يعني حتى لو بدات بتشكيل معين انت صاحب القرار في النهايه كمدير مزبوط. فني مزبوط. هتبقى حاسس ان اللعيب ده محتاج راحه فبتنزل حد بداله بيكمل وبرده لازم نبقى يعني متاكدين من حاجه ان البدلاء مستواهم لا يقل على فكره وعندهم اسماء كبيره ما انا بقول لك لا يقلوا عن الاساسيين هي فكره ان انت الاساسيين دول احنا بنقول ان انت بتحب تثبت تشكيل معين وده شيء حميد ومطلوب جدا في كره القدم لكن لو عندك فرصه انك تدي فرصه البديل والبديل هنا مش بمعنى البديل اللي هو الاقل البديل اللي هو الجاهز القوي اللي هو برضو يحافظ لك على المستوى بتاع الأداء بشكل عام وعلى فكرة ممكن البدلاء يبقى عندهم حوافز إضافية يعني خلي بالك ساعات بيبقى إثبات يعني ذات شوية لا لازم أبقى موجود بالظبط عنده بدنيا عنده مخزون أفضل فكل ده عنده حتى الرغبة النفسية أحيانا اللعيب بيبقى متشبع من الماتشات طبيعي يعني بيبقى في لاعب معين خلاص هو زهقان كل ماتش انا اللي بلعب كل ماتش انا اللي بلعب فده بيعمل له تشبع فانت مفيش مانع ان انت تدي فرص لبديل اخر وهيكون بيأدي لك بنفس القوه او اقل قليلا مع المباراه ممكن الاداء يرتفع جدا ويبقى كويس يعني تفتكر ممكن يكون في دور واضح لمحمود كهربا بعد عودته من الايقاف وانتظامه في التدريبات بشكل مباشر تفتكر ان ده ممكن تكون كمان طبعا ممكن تكون فرصه بالنسبه له الفريق مره ثانيه وهو كهربا مطلوب عموما صحيح. يعني هو بس يعني يلتزم قوي في التدريب واعتقد ان هو خلاص الموقف اللي حصل عدى وهو ملتزم تماما في تدريباته وبالتالي ممكن يكون يعني ريزيرف او بديل كويس في المباريات القادمه سواء مباراه سيمبا او فيما بعد انا يعني. متاكد ان شاء الله اللي جاي كمان على مستوى المستوى اللي كنا نادي الاهلي وجماهيره واحنا كلنا كنا قلقانين شويه من اصابه احنا كل واحد كان بيلعب في المنتخب اذا كان منتخب اول ولا منتخب اولمبي من خلال التدريبات بنتابع يا رب يرجعوا سلام لان الموضوع صعب بالنسبه للاصابات الفتره اللي جايه ان شاء الله يكون في عوده كبيره للاصابات وليد سليمان رجع ولعب عندنا علي معلول ان شاء الله خلال اسابيع باذن الله يكون موجود عودة كهربا وبعد كده يبقى حمدي فتحي ان شاء الله يرجع عندنا بقى كمان طاهر محمد طاهر وعندنا ناصر ماهر يعني عندنا بص كل اللعيبة دي يا كابتن هاني مطلوبة جدا والشيء الجميل برضو ان انت ما بتستعجلش على عودته يعني اللي موجودين اللي موجودين بيقوموا بالغرض تماما لحين عودة اللعيبة البدلاء او اللعيبة المصابين لانه مهم قوي ان اللاعب لما يرجع يكون راجع في كامل اللياقه بتاعته ويقدر ان هو يحقق تقدر تاخد منه اقصى ما عنده صحيح. من جهد يعني صحيح هي بس العمليه الحته الانتقاليه لعوده المصابين تاني محمد محمود لعيب كويس قوي ان شاء الله يكون متواجد محمود وتولي لعيب كويس كل دول ان شاء الله اضافه للسكاوت بتاع النادي الاهلي للمشوار 100% لانه كل دول يعني انت عندك في المركز الظهير الايسر ده كله عطلان دلوقتي فانت بتضطر ان انت تستعين لا زي مباراه سيمبا تفتكر ايه خلي بالك ايمن اشرف كمان اعتقادي برضو الاعدادي اكد لي عنده انذارين وممكن يكون الانذار الثالث ما اعرفش كان بيتاخد من خوف على الايقاف ولا لا هو بيكم لعب قبل كده في المركز ده فممكن جدا ممكن الاستعانه بيه يعني لو في خوف على حكايه الانذارات وكده ممكن جدا يقوم بالدور ده بس احنا كل اللي بنتمناه انه المباراه تتاخد بمنتهى وده اللي انا واثق منه يعني انا مش بطلب حاجه غريبه يعني طيب. انا بطلب حاجه انا عارف ان هي موجوده انه فيه اهتمام جامد جدا بهذه المباراه للاسباب اللي احنا اتكلمنا فيها يعني اكيد ان شاء الله ضمننا التاهل ما بعد التاهل فرق كبيره ويمكن في بعض الناس بتتكلم طب ليه كان المفروض النادي الاهلي يبقى الاول عشان يبعد عن صن داونز والترجي والوداد انت مش مقتنع ليه؟ يعني انا مش حكايه مش مقتنع يعني زي ما انت حامل هم الفرق الكبيره هم حاملين همك يعني برضو عاملين لا يعني يعني حاملين همك انه اذا كانوا هم فرق
كبيرة، فأنت فريق كبير جدا وأنت حامل اللقب، وبالتالي الخوف يعني أصل دايما مرحلة دوري المجموعات ممكن يبقى فيه أي حاجة تعطلك عن إنك تبقى الأول. مش دي النسخة اللي فاتت كنا مثلا، ما أنا بقولك يعني ما هياش مقياس إنه الفريق اللي بيحتل قمة مجموعته هو اللي بيوصل للنهائي وهو اللي بياخد البطولة، بالعكس أحيانا بيبقى فيه معاناة في الأول شوية، لأن برضو يعني هتقارن هتلاقي إن أنت راجع من بطولات، يعني أنت محمل بالبطولات، فده ممكن يعاقبه كابتن هاني برضو شوية ريلاكس شوية ريلاكسيشن شوية في الـ في الـ في الـ في الأداء، واخد بالك؟ أنت الفترة اللي هي بتاعت دوري المجموعات دي أنت خلاص بتستهلك بقى الريلاكسيشن ده خالص لغاية ما تبتدي مرحلة جديدة اللي هي مرحلة الأدوار الإقصائية. يعني الأدوار الإقصائية تفتكر مين أو تتمنى مين؟ يعني لاعب النادي الأهلي في دور الثمانية الطبيعي عندنا صن داونز والترجي والوداد، ممكن تشوف مين من النواحي الفنية من النواحي البدنية من النواحي أمان النفسية؟ ده مهم جدا إن هو يكون المنافس، مش هقول الأسهل لكن المناسب للنادي الأهلي الفترة اللي جاية. المناسب ممكن يكون الوداد. الوداد رغم إن هو يعني من الفرق الكبيرة جدا، إنما هتلاقي الثلاثة فرق كبيرة يعني مش يعني الوداد، واحنا يعني انت فاكر النسخه اللي فاتت احنا عقصنا الوداد وكسبناه بره، دي ما تبقاش في نوع من عوالم الريفنج والحوافز الزياده عند فريق الوداد؟ هيبقى فيه، بس انت عندك الحوافز برضو اكيد. يعني طبعا انت عايز توصل لبطوله لازم تكسب اي حد. الفكره ان انت مش هتقابله النهارده، هتقابله فيما بعد. صحيح. وبعدين احيانا بتكون لها تاثير ايجابي ان انت، ما انت هتقابل الكبار، مفيش يعني الثمانيه الكبار انت داخل على المرحلة دي، فبالتالي مفيش فريق صغير وفريق كبير، يعني ما هو سيمبا هيبقى من الثمانية دول ماشي، وانت هتلتقي بسيمبا هو تاني، وفيما بعد ممكن تلتقي بيه لو هو كامل. بالنسبة لك طبعا سيمبا مفاجأة، يعني مفاجأة دور المجموعة طبعا طبعا، المستوى اللي بيأديه ما نتكلمش على نتائج بس، برضو الناس تفهم ان هو بيقدم كرة حلوة. لا بيقدم كرة حلوة سريعة بيهدف بشكل كويس دفاعيا هجوميا. كفاية ان هو كمان يعني اول مجموعة تضم النادي الاهلي بالظبط، يعني لا طبعا نتائجه أداؤه كويس جدا، ويعني غير مستويات قبل كده، يعني سيمبا من الفرق الكويسة لكن مش بمستوى ان هو يتصدر المجموعة بهذا العدد من النقاط. وبموضوع انت بتلعب مع اللي بيقابلك، لان انت لو تصدرت المجموعة هتلعب مع مين؟ هتلعب مع تواني برضه، فرق تقيلة برضه، وبالتالي يعني فرصة الاختيار يجيلك مولودية الجزائر، يعني في فرق تقيلة طبعا. فرص الاختيار هتلاقي كل فريق له مميزات وله عيوب، هي الفكرة كلها ان انت كيف تستعد لمواجهة هذه الفرق الكبيرة وانت عارف ان انت بتلعب ادوار اقصائية، يعني مفيش فرصة، مفيش بقى فرص انك تعوض، مفيش فرص للتعويض ولا جمع نقاط ولا الكلام ده. خلي بالك كمان يا استاذ استراتيجيتها بتختلف حتى. طب هل الاستراتيجية بتختلف حتى دلوقتي انت طالما في طلعت تاني المجموعة، فهي دور الذهاب بيكون على أرضك والإياب على أرض الخصم ديت مصلحة الأهلي، ولا خلاص الأهلي بقى يتعود خلاص احنا بنكسب بره أرضنا وبنقدم مباريات كبيرة خاصة بره أرضنا؟ أنا دايما بفتكر مباراة الوداد، يعني في النسخة اللي فاتت مباراة رائعة ما كناش متوقعين هذا الأداء بالزبط. والأهلي ظهر بمستوى عالي، مباراة فيتا هناك في الكونغو كمان، فديت بتبقى ليها حسابات مختلفة، انك هتلعب المباراة الأولى هنا في القاهرة وبالتالي مطالب وعليك ضغوط انك تكسب ويكون مكسب كمان مريح بالنسبة لمباراة العودة. لما تلعب المباراة الأولى في ملعبك بتبقى الرؤية قدامك واضحة، وتقدر انت تتحكم في الريتم بتاع الجولة، يعني أول مباراة المفروض ان انت بتحاول طالما بتلعب في ملعبك بتحاول تحقق أفضل نتيجة ممكنة اللي هي تريحك في مباراة الإياب. صحيح. واخد بالك؟ وبرضو معلش انا هرجع اقول انه الاتنين بالنسبة لي، انا لو هلعب هناك الاول هحاول احقق افضل نتيجة. صحيح. انت فاهم قصدي؟ يعني هي بتبقى اختلاف بسيط في الحسابات،
لكن لو انت لعبت مباراتك الاولى في ملعبك وقدرت تحقق نتيجه كبيره 100% بتسهل لك الدنيا بره، بتسهل لك الدنيا بره، وبتبقى بتلعب مباراه الاياب على نور زي ما بيقولوا. طيب. يعني انت شايف الرؤيه وعملت ايه في المباراه الاولى، فبالتالي بتظبط ادائك وطموحاتك على في مباراه العوده او مباراه الاياب على نتيجه مباراه الذهاب. طيب مش قلقك مستوى سان داونز من خلال؟ لا اقلق من كله، انا قلقان من جميع المستويات. بس هي الفكره انه دي مستويات الفرق وهم بيلعبوا مع فرق تانية، لما يلعبوا معاك انت المستوى هيبقى ازاي وانت هتستعد له ازاي. وما انت لازم عشان تلعب مع اي فريق، طب يعني مثلا مازيمبي ده اللي هو ضايع فجأة بصراحة يعني غير متوقعين مثلا، يعني اقصد المستويات بتتغير، وممكن جدا اللي كان السنة اللي فاتت، يعني مثلا الوداد السنة اللي فاتت انا كنت قلقان منه جدا في الدور النهائي. شايف الوداد النسخة اللي فاتت افضل قبل النهائي، افضل من الوداد النسخة دي؟ لا، السنة اللي فاتت انا شايف ان احنا قدرنا نتعامل معاه بشكل كويس جدا طبعا، وقدرنا نحقق زي ما بيقولوا السبق عليه يعني، وقدرنا نكسبه فحجمنا الموضوع. السنة دي ممكن يكون عنده حالة فوقان شوية وبيحاول، لكن كل ده مع فرق تانية يعني أمام النادي الأهلي برضو الأمور بتختلف والحسابات بتختلف طبعا. والحسابات بتختلف، وأنت لازم هتدرس كويس قوي نقط القوة والضعف في الفريق ده وتتعامل معاه. طيب قبل ما نروح لطبعا ملف الدوري، كمان ملف مهم، النادي الأهلي عنده مباريات كتيرة جدا مؤجلة، أجندة مليئة بالمباريات خلال يمكن 7 مباريات خلال يمكن 20 أو 21 يوم. كنت بتتابع مباراة ريال مدريد وليفربول قبل الهوا، كان إيه رأيك في المباراة؟ والله المباراة يعني في الشوط الأول طبعا ريال مدريد قدر أنه هو يحرز هدفين، وكان يعني فرصه أكتر وسيطرته أكتر. مع بداية الشوط الثاني اللي هو أحرز فيه محمد صلاح هدف ليفربول، معرفش الأول ولا الأخير، لا الأول والأخير، الأول والأخير للأسف النتيجة انتهت 3-1. وكان عنده ليفربول كان عنده أكتر من فرصة، كان ممكن جدا أن هو برضو يحسن النتيجة. هو كانت مفاجأة هذا، بس هدف ريال مدريد برضو هدف من خطأ طبعا، من أرض من خطأ بس هدف كويس جدا وملعوب جدا، ويعني نقدر نقول ان الكره كانت في ايد حارس مرمى ليفربول أليسون، يعني هي كانت في ايده. ايوه بس هو طبعا يعني النتيجه تعتبر مفاجاه طبعا. ريال مدريد يعني فريق كبير وعنده باع كبير جدا، خاصه في الشامبيونز ليج، يمكن على مستوى الليجا مش ماشي بشكل كويس، لكن على مستوى الشامبيونز ليج فاز 3-1، ده هتصعب، هو هيبقى فيه بقى المباراه طبعا القادمه يعني هتبقى صعبه على ليفربول، صعبه طبعا صعبه، بس لغايه اخر لحظه انت تتوقع اي حاجه يعني. صحيح كمان المباراه الثانيه كانت تجمع سيتي ودورتموند، كانت 1-0 2-1 لصالح المان سيتي. يعني انت تفتكر من خلال بكره طبعا في ماتشين وخاصه مباراه البايرن بكره مع باريس سان جيرمان، يمكن بيقرروا يمكن نهائي، يعتبر نهائي للبطوله. تمام. عندك كمان مباراه بورتو تشيلسي، مباراتين كمان قويه جدا، خاصه مباراه البايرن وباريس سان جيرمان. شايف مين الاقرب رغم في غيابات البايرن؟ ليفا مش هيلعب، بعض اللعيبه المميزه مش هتلعب مع البايرن. شايف المباراة ازاي وتتوقع النتيجة ايه ما بين؟ توقع النتيجة يبقى صعب، لكن هي هتبقى مباراة قوية جدا طبعا. معرفش يعني انا ممكن اكون البايرن بقاله فترة برضو مش في مستوى، عنده كمان مشكلة جنابري، عنده كورونا بالظبط، وليفا طبعا الهداف وحتى في بعض الناس كانوا بيتريقوا ان هو عنده شوية التهاب في الحلق، فحد بيقول له العب يا اخي، ما لا طبعا، لكن طبعا اكيد في سبب يدعوه يمنعه يعني، لكن المباراة تبقى صعبة بالنسبة للفرقتين يعني طبيعي. طيب نروح ملف الدوري. النادي الأهلي طبعا عنده ماتشات كتيرة جدا في الدوري. خلينا قبل ما نتكلم على ماتشات الأهلي في الدوري، تابعت ازاي عجلة الدوري دار التاني مرة تانية؟ في بعض المباريات اللي يمكن خلال الأيام اللي فاتت، كان في امبارح مباراة ما بين طبعا الاتحاد السكندري والمقاولين بفوز الاتحاد 4-2، كان في قبليها مباراة كمان مهمة جدا ما بين طبعا سيراميكا ونادي الاسماعيلي.
الاسماعيلي وبدايه للكابتن ايهاب جلال. ناخد من هنا مع بدايه وقيمنا لها الدوري خلال الفتره اللي جايه هيكون شكله ازاي. هو طبعا الدوري في دلوقتي في فرق كبيره جدا في مكان خطر جدا في مؤخره الجدول لاول مره من فتره طويله. صحيح. يعني حتى تلاقي الفرق اللي هي زي ما بيقولوا الصاعده النهارده في مكان بتتكلم على غزل المحله مثلا. بتكلم على غزل المحله مين تاني؟ البنك الاهلي وسيراميكا. سيراميكا لا دول بعيد خالص عن يمكن البنك الاهلي عنده لسه لغايه دلوقتي ما زال فرق نقطه يعني فرق نقطه عن وادي دجله. لكن الثلاث فرق اللي في ديل الجدول وادي دجله 13 نقطه، الاسماعيلي وده يعني استمرار الاسماعيلي في هذا الموقع شيء محزن جدا. صحيح صحيح. الاسماعيلي 11 نقطه، الانتاج الحربي 11 نقطه. فالتلات فرق دول اولا نتيجه مباراه واحده ممكن تفرق لان عدد النقاط قريب جدا جدا ومسابقه الدوري يعني بالظبط. لكن بالنسبه ما زال الاسماعيلي لسه برضو كابتن ايهاب جلال اكيد مش يعني بصماته مش هتبان فورا يعني محتاج شويه وقت يعني. بس لكن مهم جدا البدايه برضو يعني طبعا البدايه وانت بتلعب في الاسماعيلي سيراميكا فرقه كويسه هو على الاقل بقى البدايه بتفرق دايما البدايات بتدي طموح وبتدي طبعا يمكن طبعا. الهزيمه كانت قاسيه بصراحه يعني قاسيه ونتيجه كبيره يعني واحد كتير طبعا في الاسماعيلي كتير على الاسماعيلي. فاعتقد انه الاسماعيلي لازم برضو يبقى فيه مرحله كده اللي هي المفروض كانت تبتدي امام سيراميكا اللي هي ايقاف النزيف بتاع النقط ده. يعني ما ينفعش انه خلاص بقى الاسماعيلي دلوقتي يعني الاسماعيلي خسران 8 مباريات يعني 8 مباريات و8 تعادلات، فوز واحد اللي حققه الاسماعيلي صعب يعني في ال 17 مباراه دور كامل وبالتالي الموضوع فيه صعوبات جامده جدا على الاسماعيلي. وكل مباراه دلوقتي يعني هو مباراته القادمه مع المصري فموقف صعب برضو يعني ده يخلي اي مباراه قادمه للاسماعيلي حطاه على محك صعب جدا. هل تفتكر وصلنا دلوقتي خلاص في الدوري المصري انك بتتفرج على المباراه مهما كان اسمين الفريقين ما تعرفش ايه النتيجه؟ يعني وصلنا لهذه التقارب في المستويات انك خلاص النهارده على سبيل المثال انبي كان ماشي بشكل اكتر من رائع، اسوان اتغلب في الوقت بدل الضايع برضه، اسوان كسبت 1-0 كسب واحد فبدا صفر. الدوري المصري هل خلاص بقى دوري غير متوقع النتائج حتى لو فرق على المستوى نسميها الفرق المستوى الثاني احرزوا هدف بلس 90 بلس 90 بالظبط يعني خلاص بدا الدوري المصري يخش في المرحله ديت ما تعرفش فعلا فعلا رغم انه كل الانديه النهارده متاح لها ان هي تتعاقد مع لعيبه فده برضو قرب المسافات شويه يعني مستويات متقاربه جدا بين يعني 90% من انديه الدوري يعني باستثناء مثلا الاهلي والزمالك ما اعتقدش ان في حتى بيراميدز دخل في المجموعه بتاعه انهم زيهم زي اي فريق تاني يعني ما بقاش ممكن جامد جدا يتغلب من فرقه مستوى تاني او تالت بالظبط فطبعا ده يعني نقول عليه ايه، هل تقارب في المستويات بس تقارب ايجابي ولا سلبي؟ لا سلبي طبعا لانه المفروض ان كل فرقه عندها يعني عناصر قوة، كل فرقة لها هدف يعني مش كل الفرق هدفها البقاء، في فرق هدفها المنافسة. أعتقد بقى إن في فرق كتير أصبح وجودها مرتبط بس بإن هو يكسب نقطة يعني في مباريات كتير بتنتهي كمان بتعادل. بعض الطموحات دايما قبل الموسم بيبقى في طموحات للأندية، أنا وبيتكلم مع المدير الفني أنا السنة دي التارجت بتاعي أكون متواجد بس في الدوري. في فرق تانية لا أنا التارجت بتاعي والله أغلبهم دلوقتي لا في أهداف مختلفة. شايف إن الطموح اتغير بالإيجاب أو السلب بالنسبة للنتائج؟ يعني هل مثلا سيراميكا دلوقتي يطمح انه يكون من يلعب في من الاربعه الاوائل طالما بيقرب؟ طيب هل على سبيل المقاولين كان طموحاته السنه اللي فاتت كان طالع رابع وطموحاته اكيد كانت استمرار في المربع الذهبي، هل طموحاته دلوقتي اصبحت لا ان انا بس ابقى في الدوري؟ تغيير التارجت والطموحات بالنسبه للفرق شايفها ازاي؟ ومين الفرق اللي انت شايف ان لا
ده طموحها اتغير من بالسلب او بالايجاب يعني؟ بص، الفرق اللي هي الصاعده الى الدوري الممتاز طموحها بيبتدي الموسم طموحه ان هو يفضل في منطقه الامان. بالظبط، في منطقه الامان، ان هو يبعد عن المراكز الثلاثه الاخيره اللي هي الهبوط. مع الوقت انا بشوف ان في فرق طموحاتها زادت، يعني مثلا زي سيراميكا. سيراميكا بدايته كانت كويسه ويمكن حصل تعثر شويه، وبعد كده ابتدى يرجع تاني يلملم اوراقه تاني. في عندك البنك الاهلي بعيد شويه، غزل المحله مثلا برضو ماشي، انا بقول انه ماشي بخطى ثابته مع الكابتن خالد عيد، بيحاول ان هو يكون في منطقه الامان، ما فيهاش دروبات كبيره يعني. تحس ان خالد عيد تحس ان اداؤه متقارب، بيكسب يتعادل، ما فيش مثلا يتغلب مرتين، ما فيش طفره، ما فيش يعني لا طفره ولا هبوط. مظبوط، يعني لا طفره جامده ولا انكسار جامد. وده معدل هايل بصراحه، وده معدل هايل، لان هو لو مشي بالشكل اللي هو العادي الطبيعي ممكن جدا يبقى في وسط الجدول. في فرق بقى تانية اللي هي الفرق الكبرى اللي هي المفروض تبقى قريبه من المنافسه. عندك فريق زي بيراميدز مثلا عنده مشاكل إدارية ومشاكل كتيرة جدا رهيبة، وعنده مشاكل النجوم الكتير اللي هو اشتراهم تعطلوا ديت بلا أي يعني من وجهة نظري بلا أي تخطيط، ازاي اتعامل مع الناس دي؟ يعني ازاي انا هقدر اتعامل مع مجموعة اللاعبين النجوم دول، بدليل انه المشاكل اللي بتحصل مشاكل كلها بسبب النجومية. يعني في لعيبة كتير خلاص ما عندهم، يعني مثلا كان عندهم الحارس اللي هو الهاني المهدي سليمان مثلا، ده كان حارس على مستوى كويس جدا مع الفريق، وبعدين ابتدى يقعدوه بعد ما تعاقدوا مع شريف إكرامي. فأنا سامعه وهو بيشتكي يعني انه هو خلاص هو دخل في خط تاني. طب انت مش قادر توازن بين الحارس القديم بتاعك اللي هو على مستوى وبين الحارس اللي انت تعاقدت معاه وهو له اسمه فجاي عايز يبقى في مكانة معينة. فمسألة التعامل دي مهمة جدا، فرق على المستوى الفني. يمكن كمان كان يمكن حتى في الكونفدرالية كان هزيمة 2-0 لسه مباراة العودة في القاهرة، المشاكل دي مأثرة على الجوانب الفنية داخل الملعب، بتأثر على المدير الفني على اللعيبة بشكل واضح 100% يا كابتن. هي أولا مش لازم يبقى عندك مثلا 20 نجم بنفس المستوى، هي المشكلة ازاي تقدر تتعامل. طب ما في النجوم دول كانوا موجودين في أندية قبل كده وكل واحد راضي بدوره من غير ما يشتكي ومن غير ما يعمل يعني من غير ما يكون له طلبات اوفر يعني اعلى او يعني مبالغ فيها. الفكره كلها ازاي انت تدير هؤلاء النجوم بما يؤدي الى في النهايه الى مصلحه الفريق التيم ورك ده انت عايز توصل بيه لتارجت او اهداف معينه تحطها قدامهم. ده واضح طبعا انه حصل فيه دروبات كتيره جدا يعني على مستوى في فرق ما عندهاش بقى طموح ابدا. يعني انا ما شفتش من سنين طموحات عند فرق بتقول اخد الدوري، ما حصليش الشرف. والله يعني انا هات لي يعني اظبط لي رئيس نادي او اي حد مسؤول قال السنه الجايه دي انا داخل عشان اخد الدوري، هو مش عنده في الاهداف بتاعته اصلا. وبالتالي لا يمكن لعيبته هتنزل تنافس. هو كل قصته الطموحات في الدوري المصري يا كابتن، يا اما البقاء يا اما المنطقه الدافئه. بالظبط ماشي، او الاربع مراكز الاولى المربع الذهبي والخامس اللي هم هيشتركوا عربي وافريقي بس عربي. لكن انا مش ما ظبطتش حد. والله العظيم ما ظبطتش حد. انا متابع يعني الدوري ده قله طموح ولا قله امكانيات ولا هو شايف كل الانديه شايفه انها لسه ما دخلتش، هي واقعيه شويه، جزء من الواقعيه. بس انت تتمنى ان حد يعمل يعني يعمل الريسك ده ويخش بس هو برضو هي واقعيه مبنيه على ايه؟
مبنيه على انه هو اساسا عارف انه ما عملش الهوم ورك بتاعه اللي يخليه يطمح لكده. يعني هو ما استعدش كويس بحيث ان هو يجرؤ او حاسس ان عنده فرقه تقول له انا عايز انافس. بس ساعات برضه حتى على مستوى البريمير ليج ليستر سيتي مثلا كسب البريمير ليج وكان في وضع يمكن قبلها بسنه او سنتين ماشي. كان تاني في الشامبيونشيب فلا في طفرات كده بيطلع كذا. زلاتان مثلا كان في سنه من السنين بيلعب في البوندز ليجا 2 مظبوط صعد في السنه اللي صعد فيها خد الدوري الالماني سنه 98. كان عندنا زمان في بعض الحالات بعض الاسماعيلي عندك الاسماعيلي طبعا في مواسم بص الاسماعيلي كل كام سنه بيفكر انه ياخد بطوله اخرهم اللي هي كان كابتن محسن صالح مدير فني وكون فريق على مستوى كويس قوي وتوفرت له كل الامكانيات. وانا بقول الامكانيات الفنيه قبل الماديه يعني ممكن الامكانيات الفنيه الماديه ما كانتش جامده قوي مظبوط لان هي القصه مش قصه فلوس برضو عشان نرجع نفكر بعض الانديه اللي بتعتمد على القدره الماليه بتعتقد ان انا لو انا معايا فلوس هاخد كاس العالم مش كده خالص. الفلوس جزء كبير هي جزء لا مش لوحدها معاك فلوس هتعمل توظيف الفلوس دي بالظبط بس اللي يدير بقى المنظومه كلها بشكل احترافي ومش لازم يبقى يعني انت ما يبقاش مثلا هو مجرد انا معايا فلوس فبقف كده اوزع واشتري البطولات ونادي البطولات بيبقى ليه عايزه يعني خاصة. هي لازم يكون في اداره برضو أيوة. الاداره دي عندها مثلا لما يبقى عندك لعيب بيطلب مبالغ معينه المبالغ دي لو انت لبيتها له هتبوظ الفرقه فكت طبعا الفرقه هتفك منك صحيح. فالاداره بقى هي اللي بتفرمل ما الاداره بتفرمل اللي هي زي ما بيقولوا الشطحات دي صحيح. ليه بقى لازم يكون في مستويات معينه من العقود والفئات وحاجات معينه اللي هي بتظبط بتخلي الكل راضي وكل عارف هو يطلب ايه وما يطلبش ايه دي صحيح. مهمه قوي صحيح. ما عدا ذلك طبعا لو قلنا بقى على الجزئيه الاخيره في المنافسه النادي الاهلي طبعا لعب 11 مباراه اصل في ناس بتقول لك الاتحاد هو دلوقتي الثاني بس هو ظاهر دلوقتي هو الثاني في الجدول في الثاني بس في عدد مباريات وطبعا بنقول لهم الف مبروك صحيح. فرقه ماشيه بشكل كويس عاملين شكل جيد جدا مع كابتن حسام وكل حاجه انما الاهلي لعب 11 مباراه الاتحاد السكندري 17 الزمالك اللي هو المتصدر 14 وبالتالي النادي الاهلي قدامه وعشان كده المباريات القادمه مهمه جدا صحيح لانه الاهلي هيبقى عنده الناس كلها بتتفرج على ماتشاته نفكر برضو الساده المشاهدين النادي الاهلي يعني اخر حاجه قبل اني مع حضرتك عشان الوقت سرقنا عندنا طبعا سيمبا يوم ان شاء الله يوم جمعه يوم 9 ان شاء الله النصر ان شاء الله هيكون في الكاس ده في الكاس عندنا الزمالك على طول بعديها ده هيكون يوم 18 سموحه يوم 21 انبي يوم 24 المصري يوم 27 الجونه يوم 30 انا بتكلم على 3 ايام ما بين كل يعني ما بين الماتشات لكن هي في الغالب يومين بس انت بتلعب 18 21 24 وكلها مباريات قويه عندك الزمالك سموحه انبي المصري كل دي ماتشات مهمه جدا وفي الاطار برضو اللي احنا عايزين نقوله انه النهارده ما بقاش في فريق صغير ان انت هتلعب معاه وتكسبه يعني في حاله كده في الدوري المصري ان انت لازم تعمل حساب صحيح. كل الفرق صحيح. لان ممكن الفرق اللي انت مش عامل حسابها بتيجي قدام الفريق اللي بينافس او البطل تعادلنا مع البنك الاهلي ما انا بقول لك يعني عمليه ممكن تبقى صعبه جدا وخصوصا ان انت بقى هتبقى بتلعب ماتشاتك وحاطط قدامك الهدف اللي هي القمه صحيح. اللي هو اعتلاء القمه فربنا يوفق طبعا ان شاء الله ان شاء الله يعني. باذن الله الواحد دايما متفائل بابطالنا متفائل باولادنا بلاعبتنا وخاصه الفتره اللي جايه ان شاء الله في لعيبه كتير بالزبط. هترجع من الاصابه كل التوفيق للنادي عايزينهم يرجعوا بسرعه ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله محتاجين لهم كلهم يعني استاذ جمال بنشكرك شكرا جزيلا شكرا. على وجودك معانا بتنورنا دايما ربنا يخليك يا كابتن شكرا كنت سعيد ان انا مع حضرتك حبيبي شكرا. شكرا دي كانت نهايه فقرتنا بعد الفاصل ان شاء الله الكابتن الكبير احمد فوزي بنرحب بحضراتكم مرة تانية
لسه البيت الكبير مستمر. فقرتنا الحوارية دي معنا فيها واحد من نجوم النادي الأهلي في مركز حراسة المرمى، كابتن أحمد فوزي، طبعا حارس مرمى النادي الأهلي السابق. هنتكلم معاه النهاردة في ملفات كتير، يمكن أهمها المباراة المرتقبة مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله على الأهلي والسلام. دي الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. والتفكير النهاردة الجهاز الفني بقيادة موسيماني في منح راحة بعض اللعيبة بسبب تلاحم المباريات سواء مع الأهلي أو المنتخب الوطني، وحمدي فتحي خير مثال يعني. كمان هنتكلم عن مباراة المريخ، أكيد في دروس مستفادة، وانت حتى في شهر إبريل ده عندك كم من المباريات، فأكيد في دروس مستفادة لازم نستفيد منها من المباراة اللي عدت دي. في نهاية حديثنا النهاردة هنتكلم أكيد عن مسابقة الدوري، وبرحب بقى بالكابتن الكبير الكابتن أحمد. برحب بيك وكل سنة وانت طيب. الأول سلام وحضرتك بالصحة والسلامة الجمهور كله، رمضان كريم عليك وعلى الأمة الإسلامية والأمة العربية جميعا يا رب. يا رب منورنا كابتن أحمد، ربنا يبارك في حضرتك. منورنا دايما حضرتك اللي منور الدنيا انت، ربنا يخليك منور الدنيا بحالها. شكرا. اول ما سام كان في الانترو بتتكلم ان مباريات كتيره وهزيت دماغك. هزيت دماغك وحسيت ان الموضوع فعلا مباريات كتيره قوي للنادي الاهلي، مشاركات كمان اللعيبه على مستوى الدولي اذا كان منتخب اولمبيا ومنتخب اول متلاحقه، مباريات كتيره جدا. على طول حاجي للسؤال اللي يمكن اول ما جه في دماغي لازم اساله لك، محمد الشناوي هل من ضمن القايمه اللي ممكن الموسيماني يقول ان هو محتاج بريك شويه انه يريح ودي فرصه مثلا لبعض اللعيبه؟ يعني عندنا طبعا علي لطفي مميز، مصطفى شوبير مميز، فدي بتيجي في حساب الجهاز الفني ولا انت شايف ان مركز حراس المرمى لا مش مجهد، لان الناس بتفتكر عشان ما بيجريش مش مجهد؟ وجهه نظرك ايه في النقطه دي يا كابتن؟ طيب بدايه طبعا اكيد حارس المرمى من ضمن السكواد او ال 11 لعيب اللي بيلعبوا، ناهيك ان التمرين يا كابتن بالنسبه للحراس اقوى ثلاث اربع مرات طبعا بالنسبه للعيبه. ممكن يكون الحارس 90 دقيقه ما بيكملش 3 كيلو في المجمل العام، اقل لعيب بيجري حوالي 7 كيلو و 8 كيلو، ده اقل لعيب اللي هو ما عندوش اي حاجه، انما اقصى حارس مرمى ما بيجريش 3 كيلو، ده بالحسابات الدوليه. ولكن انت لما بتيجي تتكلم عن الحارس مرمى، التركيز بتاع حارس المرمى بيبقى شايل هم المباراه قبلها بيوم، ناهيك ان الشناوي كابتن الفرقه، القياده محتاجه تركيز لوحدها، فدي بتعلي التركيز، اكبر حمل موجود في الملعب على اللعيب في اي مكان بقى. لا انت كمان بتزيد يعني، انا طبعا بايد كلامك طبعًا. الاماكن اللي بيبقى فيها الغلطه بجول بالزبط. بيبقى لازم اللعيب يبقى مركز مليون في الميه، يعني ممكن المهاجم شويه يا عادي ما مره يلوش مره يديه بالظبط، مش مشكله، لكن المدافع السيرد باك او الجول ما مش أكيد. مش أكيد. مستحمله يعني. اكيد بالظبط كده، فالحارس بيبقى عليه ضغوطات كبيره جدا. لو جيت تاني يوم بعد اي مباراه في الدنيا بتلاقي جسمك تقيل وتعبان وعضلاتك كلها، ممكن ما تكونش عملت اي مجهود، ولكن الضغط العصبي والنفسي المجهود الذهني بيخلي عضلات اللاعب اصلها لوحدها قفش، لازم يتدلج. دي جزء. الجزء الاهم، الشناوي بيلعب بقاله لو بصينا يمكن من السنه اللي فاتت، من اول ما ابتدينا من بعد الكورونا في شهر، اعتقد كان اول مباراه في شهر 10 لحد يومنا هذا، الشناوي بيلعب والتلاحم الموسمين مع بعض، منتخب بيلعب ما بيريحش خالص. حتى الماتش الوحيد اللي ريحه كان وقف بتاع ماتش الاسماعيلي، تمام، فما خدش اي فتره من الراحه. منتخب راح ولعب المباراتين، حتى يمكن في الشوط الثاني من المباراه كابتن ايمن طاهر بيقول ان هو حس باجهاد فاثر ان هو يخرجه بره الملعب، ودي حاجه يعني ايجابيه بالنسبه للمنتخب، كفايه حمدي فتحي يعني. صحيح. المهم اكيد مباراه زي اللي جايه دي لازم نلعب علي لطفي او مصطفى شوبير. لسببين لازم نلعب علي لطفي. لازم لسببين. اولا هي مباراه من وجهه نظري وديه بصوره رسميه، هو اول وانا تاني، وبنلعب من غير اي يعني ايه يعني ما فيش حوافز. الحافز الوحيد اللي عندي ان انا النادي الاهلي، ما ينفعش اخسر، ما ينفعش اتعادل. انما يعني كل ماتشاتي بخشها بكسب، سواء بقى بلعب بالفرقه ايه، بالفرقه بي، بالفرقه سي، انا في جميع الاحوال انا النادي الاهلي لازم اكسب. بس الضغوط مش عليا ان انا هترتب، مثلا لو كنا كسبنا المريخ كان هيبقى في ضغوط على اللعيبه ان هي عايزه ترتب وتطلع اول عشان تقابل تاني مجموعه تانية، انما خلاص احنا الموضوع انتهى واحنا تاني المجموعه وهنقابل اول اي مجموعه من المجموعات التانية.
عشان كده الراحة لازم تكون بحسابات لناس كتير جدا. معظم اللعيبة اللي ما خدتش بالها كتير، كهربا كان موقوف بقاله شهر، ليه ما ياخدش في ماتش زي ده؟ وليد سليمان موقوف بقاله سوري مصاب بقاله فترة، ليه ما ياخدش ماتش زي ده تأهيل ولو ياخد 40-60 دقيقة بحيث ان رجله تبقى موجودة في الملعب. ده على ماتش سيمبا. في الناحية التانية هنلعب بعدين النصر في الكاس. قبل النصر سوري هقول نقطة إضافية وحضرتك تقولي اللي انت عايزاه. ابتديت بعلي لطفي الماتش ده، ماتش النصر بتاع الكاس ادي مصطفى شوبير. لا بس اتفضل هتدي مصطفى شوبير وبعديها بخمس ايام هتلعب النادي الاهلي، هل الفتره نادي الزمالك اسف طيب. لان طيب. هيبقى فتره يعني لو انت لو مش هتلعب الشناوي مباراه سيمبا 9 وبعدين عندك 14 وبعدين عندك 18 طيب هتريح الشناوي 10 ايام وبعدين يخش على مباراه الزمالك، ولا انت من رايك ان ممكن ياخد مباراه النصر علشان يستعد بيها بعد 4 ايام لمباراه الزمالك، ولا حارس المرمى انت شايف؟ بص اتفضل من وجهه نظر يعني بداية الشناوي عايز يريح فترة، هديني مروح. نمرة اتنين مش ماتشين اللي هيفرقوا مع الشناوي تمام، يعني ده شيء أساسي، مش ماتشين اللي هيفرقوا مع الشناوي. نمرة تلاتة من يوم 9 ليوم 18 أو سي من يوم 4 اللي هو آخر مباراة هيلعبها ليوم 18 14 يوم تحديدا هو مش هيريح، هو هيتمرن كل يوم، هيتمرن كل يوم طبيعي. ولكن هيريح من ضغط المباريات وفي نفس الوقت ندي فرصه لعلي يلعب مباراه كامله 90 دقيقه لانه بقاله كتير ما لعبش. اخر ماتش اعتقد كان لا الماتش اللي هو اللي اتوقف فيه محمد الشناوي، وقبليه كان كان ماتش المقاولين اللي اتلعب 3-2 اعتقد، وقبليه كان ماتش الوداد عندنا هنا في البطوله السابقه لما نزل الشوط الثاني تمام. مصطفى اخر ماتش لعبه كاس 2-1 ترسانه تقريبا، ترسانه سوري 2-1 من حوالي مثلا من كتير تمام. فلازم الحراس يبقوا اب تو ديت ولازم يكون رجلهم موجوده في الملعب على طول. الله اعلم اللي ربنا يحفظ الشناوي يا رب يقعد 17 سنه يلعب على طول ماشي، انما لازم الحراس تكون موجوده في الملعب، رجليها تكون موجوده في الملعب. فرصه ماتش سيمبا وماتش النصر انه الحراس سيمبا تحديدا يا كابتن احمد، في سيمبا تحديدا انت بتتكلم ما بين يعني ما بين تفكيرين. انت النهارده عندك يعني بعض اللعيبه لازم تاخد فرصه زي ما حضرتك اتكلمت، وفي نفس الوقت لازم تثقر يعني امام سيمبا. انت النهارده يعني اتغلبت من هذا المنافس، وكانت التغلب عليك او انه يغلبك دي كانت خارج التوقعات شويه، فلازم ان انت النهارده لا في بعض الحسابات افتكر يعني هنا عايز اخد رايك في تفكير موسيماني في تفكير موسيماني ازاي بيفكر ما بين الحاجتين دول. طيب اكيد في تفكير موسيماني ما فيش صح، اديني نمره واحد عشان هي مباراه تحصيل حاصل، انا دي وجهه نظري. نمره اتنين وده الاهم، احنا المباراه دي مش فارقه قوي. نمره تلاته في اول حديثي حضرتك انا قلت حاجه مهمه قوي، انا النادي الاهلي بجروب ايه بجروب بي، اي فرقه تلعب اي 11 يلبسوا تيشرت النادي الاهلي مطالبين ان هم يكسبوا. التعادل والهزيمه مش في قاموسنا، ولما بتحصل بتبقى حاجه استثنائيه. يعني مباراه المريخ دي كذبه ابريل بتاعت النادي الاهلي، فعلا هي كذبه ابريل بالنسبه لي. النادي الاهلي عمره ما هيكون ال 45 دقيقه الاولانيه بهذا السوء مره تانية. اخر مره شفتها كان في مباراه سان داونز بتاع الكارثه الحقيقيه بتاعت 5 دي وسيمبا ومباراه سيمبا شويه، بس سيمبا يا كابتن برضو الشوط الاولاني برضو كنا وحشين، الشوط الاولاني كنا وحشين بس مش بدرجه مباراه المريخ. فعشان كده هو عامه بنلعب الساعه 3، لازم نشوف ظروف الموضوع الساعه 3 ده لازم ده هناك في اي دوله بيلعبوا فيها افريقيه واكلين داتوره. لازم ارجع اقول لحضرتك تاني ان الاهلي مش قصه صقر، لان الثأر ده احنا مش بنلعب نوك اوت، مش بنلعب ماتش رايح وماتش جاي. فانا لازم اكسب، لا عادي يعني المباراه هتبقى سهله، بس انا كنادي اهلي لابد عليا ان انا افكر في المكسب سواء باي حد يلعب. وانا مش معنى اقول ان الناس الاحتياط او مش اللي ما بتشاريش كتير انها تلعب، ده مش معناه ان انا متنازل عن الثلاثه او هم دون المستوى لا خالص، بالعكس اللي موجودين بره الفرق بره ال 22 زيهم زي الناس اللي بتلعب. وساعات يا كابتن احمد بيكون في حوافز اكبر، راجع يعني بلغه الكوره جعان كده على الماتشات وجعان كوره عنده مخزون بدني اكتر. تفتكر من ضمن العناصر انت اتكلمت على كهربا، اتكلمت على ناصر ماهر، على وليد سليمان، قفشه محتاج نفس الراحه اللي اتكلمت بيها للشناوي طبعا، ومين تاني يعني قول لي كده بعض الاسماء يعني اللي انت الناس اللي بتلعب فتره كبيره يا محمد هاني
محمد هاني بديله مين على طول؟ على طول يلعب بكم طيب دلوقتي يعني او يعني عندنا مشكله في ناحيه الشمال. ما انت ما لو علي محمود صح ده لازم هيلعب يا ايمن يريح. ايمن اعتقد برضه لو ايمن ريح بكم هيلعب، محمد هاني هيلعب. ما اقدرش اقول ممكن يلعب اكرم توفيق باك رايت يعني هيبقى في لخبطه كبيره بس ممكن تحصل. مش هو لعبها ولا هو لعبها قبل كده يعني. الناحيه الثانيه ياسر ابراهيم ما اعتقدش انه ممكن يريح قوي. البدر بنون هيلعب لانه برضه كان رايح من المنتخب. السوليه لازم يريح وجهه نظر يعني. قفشه لازم يريح. اعتقد بعد كده كل الناس فايقه كله بقى لا كله حصل روتيشن. الثلاثي الامامي غالبا بيحصل روتيشن وكل الناس بتلعب فما فيش مشكله ان اي ثلاثه يبتدوا. انما الخمسه دول شناوي هاني ايمن والسوليه دول اعتقد لازم اكتر ناس تريح. الاربعه هنا كابتن احمد اخدك لفكره اللي كان بيتكلم فيها استاذ جمال الزهيري قبل ما ندخل مع حضرتك، انه الفكره مش في النجم او مش النجوم كلهم لازم يكونوا على نفس المستوى. انت بتفكر على قد المباراه محتاجه منك ايه. الفكره ان انت ايه اللي محتاجه من المباراه فبتبتدي توظف النجم اللي هيكون في هذه المباراه. علشان كده جاءت فكره مثلا ان انت تريح قفشه في المباراه اللي جاي. اكيد اكيد. طيب هقول لحضرتك حاجه. في الاول وفي الاخر انا بدور على مرحله او البطوله الافريقيه دي مراحل. انا خلاص المرحله دي صنفت نفسي تاني ومش عايز حاجه تاني. المباراه انا رايحها بضغوط اقل من اي مباراه. يعني كان اكبر ضغوط قبلها كانت مباراه فيتا كلوب هناك. تمام. المباراه دي ضغوطها اقل، حوافزها اقل. الحوافز بس في ان انت النادي الاهلي وعايز تكسب طبعا. بس انما ولا هتغير في الترتيب ولا هتغير في الفرقه اللي انت هتلعبها، لان لسه كده كده 30 ابريل القرعه هتحصل. فانا ليه اضغط لعيبتي اللي اصلا مهلكه ومضغوطه بان انا لاعب الناس اللي رجلها في الملعب؟ وبعد كده كده التشكيل ممكن يغيره. الراجل ده لعب 4 4 2 صريحه فلات. في فيتا كلوب فلات. لعب 4 2 3 1، لعب 3 4 3 في ماتشات كتير في الدوري لما لعب 4 3 3 ولعب 4 3 3. فعنده ابيليتي. اللعيبه اصلا اللعيبه بتديله فاريشن كبيره جدا في الاختيار. فيقدر يختار السكواد اللي هو عايزه بالطريقه اللي هو عايزها على حسب الماتش. فاعتقد ان ده متواجد مع من اللعيبه ومتواجد في دماغ المدير الفني، ودي حاجه يعني مميزه فرقه النادي الاهلي في الوقت. زي ما انت بتقول يا كابتن احمد، يمكن هو تقريبا موسيماني والجهاز الفني قفلوا صفحه التاهل وبداوا كمان النهارده. موسيماني بيقول للجهاز الفني او معاونيه ابداوا حضروا لي السكاوتنج والمباريات بتاعه المنافس المقبل، اذا كان ممكن يكون صن داونز، الترجي، الوداد. شايف دور الثمانيه ازاي والمنافس المحتمل ايه وفرص كمان. فرص انت بتتكلم على فرص ان شاء الله. فرص النادي الاهلي دايما ان هو البطوله أكيد. والمباراه النهائيه، لكن مين من الثلاث فرق دول يكون فيها شويه قلق؟ طيب الناس كلها بتتمنى ان معظم السوشيال ميديا بتتمنى ان احنا نقابل الترجي. ودي حاجه غريبه حتى جدا حتى معظم ضيوفنا بالمناسبه يعني. انا كمان مستغرب من نقطه واحد. الناس تقول لك انا عايز اخد بطاري، انا خدت من طاري من سان داونز، خدت طاري من الوداد، ناقص ماتش الترجي بتاع 2018. ايوه طيب. النقطة الثانية تقول لك هو أقل فرقة في من صن داونز ومن الوداد. طيب أنا أقول لحضرتك بقى حاجة، أنا ما أتمناش أتمنى أقابل الترجي تماما. مش عايز أنا عايز ألعب الترجي وفي فار، والفار في قبل النهائي والنهائي. إنما من غير فار بتحصل حاجات صعبة، خصوصا في تونس. تونس بتكسب يعني، خصوصا الترجي في تونس ليه ماتشات من أيام إنرامو. يعني انرامو ده طلعنا من قبل نهاية قبل كده وما كانش فيه فار. ايد انرامو دي معروفة جدا. بعد كده كسروا الفار. المهم مش عايزين يعني اللي مش فات. على المستوى الفني بتتكلم، على مستوى التحكيم، على مستوى الضغوطات، لكن على الشكل الفني. النقطة التانية على مستوى اللعب فرقة الترجي احنا ممكن نكون حظنا عليها عالي في رادس، وممكن نكون في مجمل المقابلات احنا اكثر مكسب. بس خلي بالك زي ما انت ليك طار عندهم هما برضو مستنيين لك. طب وليه انا عن نفسي عايز اجل مباراه الترجي دي قبل النهائي والنهائي؟ والله فعلا. انما اقابل الوداد واقابل صن داونز. هتقول لي صن داونز، اقول لك احنا بنعرف نكسب فرق جنوب افريقيا، والماتش اللي كسبوه ده كان ماتش يعني مش هتكرر تاني ان شاء الله. صحيح. ف
انما لو جيت تدور على جميع ماتشاتنا مع جنوب مع فرق جنوب افريقيا احنا بيبقى لنا اليد العليا. 2001 النهائي واخدينه من كايزر تشيفز، سان داونز دي لعبناها في نهائي 2001 بتاع السوبر، اعتقد ايه تاني السنه اللي بس فاتت مش اختلفت سان داونز كمان، الناس بتتكلم السنه اللي فاتت كان شكل والسنه دي شكل مختلف من خلال طبعا دور المجموعات اللي انا في رايي كمان ما بيدلش بشكل خالص. كبير ما بيكونش مسطره لدور الثمانيه خالص يا كابتن خالص، لان دور المجموعات دور المجموعات انت مش كل الفرق اللي بتقابلها قويه، مش كل الفرق اللي انت بتقابلها قويه، انما في دور الثمانيه انت بتقابل احسن فعل احسن ثمان فرق في طبعا في عشان كده كابتن احمد مهم جدا جدا ان انت تختمها باداء عالي، لان كل الفرق اللي انت متوقع تقابلها في دور الثمانيه عينيها عليك وبتراقب ادائك. ف لا لا مش عارف لا 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 ليه اسمعي بس كلام هسمع. لا يعني المباراه اللي جايه دي انت بتقولي لازم نختمها كويس، انا لا مش باداء عالي، انا زي ما قلت لحضرتك الماتش اللي فات ده كدبه تبرير ومش هيتكرر تاني ماشي، انما الماتش اللي جاي هيبقى فيه لعب كوره حضرتك مفيش ضغوط الكوره هتبقى احلى لما ما بيبقاش فيه ضغوط كبيره على اللعيب لعب الكوره بيبقى احلى، انما برضو مش هتديكي مرايه مش هتديكي مرور للمباراه اللي جايه. ليه؟ لان انت برضو مريحه لعيبه كتير عندك في الفرقه، فانت برضو ده اذا ريح قمت... ده لا اذا ريح اعتقد مريح يعني اي مدرب عاقل هيريح في المباراه القادمه ده اكيد يعني، فمش هتفرق معايا قوي ان انا بكون في احسن حالاتي ومش ده الميرور بتاعي. يمكن الفرقه الثانيه حتى برضو انت الترجي ممكن ما يلعبش بكامل السكواد بتاعه في المباراه القادمه، الوداد مريح لعيبه في المباراه القادمه مع انه عايز لازم يتعادل على الاقل عشان يطلع اول المجموعة. فرقه سان داونز مريحه ناس كتير لانها ضمنت ان هي تصعد، فانت في ناس كتير مريحين ده طبيعي ان انا اريح مباراه زي دي، لان كمان ايه ده انا هلعب اخر هلعب 9 ابريل مباراه قادمه في 12/5 وانا لسه كل فرقه من دول عندها مباريات في الدوري بتاعها، فبرضه في ضغوط على كل الفرق. اعتقد دي الفرصه الوحيده اللي ممكن فيها موسيماني يريح اللعيبه عند اجهاد أكيد. يعني اعتقد ال10 ايام دول هو الفرصه يمكن الاقرب لموسيماني، عندنا مشوار طويل في الدوري وعندنا بطوله افريقيا والسوبر يوم 28/5 يا كابتن، ده كمان انت المنتخب ملحوم لحد شهر 10 لحد 15 عمركم كابتن ما تعرضتوا للضغوطات دي قبل كده كم المباريات وتلاحمها؟ لا بس لا مش زي الجيل ده، ما مش زي الجيل ده. لا يمكن لا لا هقول لحضرتك حاجه، اخر حاجه كانت يمكن سنه الثوره 2011 كان منها لحد مثلا شهر 10 و2012 اتلغت بدري، 2013 اتاخرنا في البدايه وبرضه قعدنا لحد حوالي مثلا 2000 لحد شهر 8، انما هتوصل لحد شهر 11 دي ما حصلتش قبل كده. كل يوم في البيت الكبير نفضل نقول موسيماني عقد جلسه مع اللعيبه، موسيماني جلس مع عدد من اللعيبه. انا افتكر انه الجلسات ديت من النوع ده بتكون جلسات خاصه بعد ماتش المريخ ده بتكون جلسات تصحيح، يعني جلسات تصحيح مع لعيبه، والنهارده يمكن شفنا موسيماني عمل ده مع اكتر من لاعب وعلى مستوى الدفاع تحديدا. تمام. الجلسات ديت من وجهه نظر حضرتك وكنت اقرب لده في يوم من الايام بتفيد قد ايه اللاعب؟ لما ابقى حريصه جدا على اني اقعد مع لاعب ويبقى بتكلم مني له في تصحيح الاخطاء ومنها استفاده يعني او دروس مستفاده. اكيد في اي نادي كبير اول حاجه بتحصل بعد اي ماتش الفيديو، واتفرج على المباراه شوف اخطائه وبيقطعها له وبيجهزها وبيوريه يعني اللي هو كان بيعمله في الملعب واخطائه جت ازاي، عشان ايه؟ عشان لما ارد عليك بالكلام انت تعرف تتقبل مني الكلام، ما انا ممكن اقول لك انت غلطت في 1 2 3 بس انت ما تشوفش وانت مش مقتنع باخطائك، فمهما انا صححت يبقى اللي شاهد عليك الفيديو بالظبط اللي شاهد عليك نفسك انت نفسك شفت انت صح. عملت اتحركت ازاي والكره في الحته الفلانيه انت كنت المفروض تغطي ازاي وهكذا. فالجلسات دي ممكن في الاول تبقى فيديو، بعد الفيديو تبقى جلسات وديه، ممكن تبقى جلسات منفرده، ممكن تبقى جلسات خط بتحصل. واحد يعني فممكن تبقى خطين مع بعض على حسب التناغم ما بين الفرقه وبعضها. ده طبيعي ان كل يوم موسيماني يقعد مع حد وكل يوم يتكلم مع لاعب واثنين وثلاثه في خط واحد او في خطوط متفرقه، فهي مش حاجه جديده، ولكن يعني دي من اهم اصول شغله اللي هو بيعمله دلوقتي. مش هو اكيد كابتن هاني ادرى مني بالموضوع دون، انا عليا ان انا كل واحد اكلمه منفردا وفي الاخر اجمع التيم كله واكلمهم كلهم مع بعض بتحركات معينه في اوقات معينه. ده لما انما في الاول
كل واحد لما يعرف دوره ويعرف خطأه يرجع يصلحه في الملعب، فاللي جنبه يصلح خطأه، فاللي جنبه يصلح خطأه. هي عملية سلسلة متكاملة. بتتكلم انت مع خطوطه، وفي بعض الأحيان بيبقى الميتنج دوت بيبقى مع خطين مثلا. بالزبط. الربط ما بين مثلا خط النص وخط خط الهجوم أو خط بيبقى الهجوم. قاعدة مثلا مع السبعة تمانية بيبقى في خط الظهر كله مع خط النص. كل دي أمور فنية من خلال الديفو اللي بيشوفه موسيماني. وساعات ما كمان خلي بالك على اساس كمان خلي بالك ما بتبقاش سلبيات بس، هو كمان بيبقى جميل. جزء بيشوف، وده اعتقد بيبقى سريعا جدا وبيتطبق في الملعب، يعني بيشوف الاخطاء ايه اللي حصلت ويبدا يصلح ده في الملعب من خلال التمرين. لكن الجزء المهم كمان البوزيتيف، انت بتوريه له كمان للعيبه اللقطه اللي انت عملتها في الماتش، اللقطه الايجابيه الايجابيه عملت ده انت عملت 1 2 3 بشكل، يعني العمليه دي ده زي ما انت بتقول هي ده من اهداف او من شغل الجهاز الفني، وده أكيد. على مدار الموسم أكيد. يعني بيستمر مش قاعده بتبقى يوم او اثنين او ثلاثه، لا ده تبقى كل يوم بيبقى على طول. ده امبارح بس اللي فصلهم الراحه ديت، اول امبارح جلسه تقريبا ابتدت 20 دقيقه. ما اقول لحضرتك في اي وقت في السنه هيقعد مع اي لعيب منفصل، وممكن يقعد معهم كلهم، يقعد مع خطوط زي ما قلنا، يعني هي شغلته الرئيسيه ان هو يتفرج ويفرج. طب انا عايز اسالك سؤال ليك انت، يعني انا من خلال كلامك هو لسه موجود لغايه دلوقتي، مش هقول عقده شمال افريقيا، لكن الحساسيه في انك تقابل فرق من شمال افريقيا. ناس كتير على السوشيال ميديا بتتمنى لا نقابل سان داونز، لان سان داونز ممكن نلعب كره احسن. هل لغايه دلوقتي الجيل دوت بالخبرات الكبيره بالبطولات الكبيره، بان انت كسبت في تونس وكسبت في المغرب وكسبت في الجزائر، هل ما زالت ان هو في شويه شعور بان مباريات الشمال الافريقي دي مباريات صعبه على مستوى الانديه اطلاقا على مستوى الانديه، انما على مستوى المنتخبات ممكن لسه على مستوى المنتخبات اعتقد، يعني انما على مستوى الانديه اطلاقا يمكن احنا اللي بالنسبه لهم عقده في الانديه دلوقتي. الاهلي والزمالك، يعني حتى الزمالك لسه كسبان بالظبط المولوديه في الجزائر. اعتقد ان احنا دلوقتي احنا اللي بالنسبه لهم عقده، الانديه المصريه عامله عقده لانديه شمال افريقيا وليس العكس، انما على مستوى المنتخبات اعتقد بس ان انا اتقي فرقه زي الترجي ليه في ما تقابل اي حد غير، يعني ممكن تدخل على مالك كده كده ممكن تقابله يعني ماشي. بس انا عايز اقول ايه، انا مش عايز اقابل الترجي في دور الثمانيه، انا الفار عامل لي مشكله مع الترجي. هي انت مشكلتك في الفار بس انا بس انا في اعتقادي ان النادي الاهلي قابل اي حد في دور الثمانيه برضو. انا ده يعني من الاخر كده انا مع حضرتك تماما، بس لو بنلعب كوره بس لو ما فيش اي مؤثرات تدخلت ثانيه بعيده عن كره القدم، مش عايز اروح تونس انما لو مؤثرات لو داخل الملعب بس احذروا ولا تخافوا. ايوه بالظبط كده، هو ده الفكره. كمان في انه مستر موسيماني عمل يعني حقق بطولات او انجازات مع النادي الاهلي وقريبه جدا، وكل الجماهير قعدت تهتف وتشجع وواقفه بجانب موسيماني بشكل كبير جدا. تمام. النهارده بنشوف حاله التربص اللي بيعاني منها اكيد الجهاز الفني الحالي وبعض من اللعيبه او لاعبتنا تقريبا معظمها. فانا عايز اتكلم في النقطه ديت، الى اي مدى ممكن تاثر على جهاز فني زي موسيماني، واحنا بنتكلم عن انه النادي الاهلي غير اي نادي بمشجعينه ببطولاته بانجازاته، هو البطل، فاكيد بيتاثر الجهاز بشكل او باخر أكيد. ولا ازاي ممكن موسيماني بيتعامل معاها مع النادي الاهلي؟ دي حاله خاصه. طيب ما فيش شك ان موسيماني تحت ضغط وجهازه تحت ضغط ولاعيبته تحت ضغط، وخلينا نقول ان اختلفت يعني التشجيع اختلف تماما جدا بين المدرجات والجرايد وبقى على التليفون والسوشيال ميديا في اي حته. زمان كنت عشان تسمع الرد تستني تاني يوم في المدرج، يا اما تستني تاني يوم الجرايد المنشور في الجرايد هيكون ايه صح، او الاذاعه. انما دلوقتي بتطلعي بعد المباراه انت عارفه كل اللي بيتقال في ظهرك، مين اتمجد فيه ومين انتقد. ده لو ما تابعتش بيتبعت لك. ايوه بالظبط. يعني زمايلك بيعملوا لو انت ما تابعتش بيتبعت. دي حقيقه دي حقيقه. طيب مشكله كبيره ان اللعيبه اصلا بقت لعيبه سوشيال ميديا، او هي اصلا خارجه من الاطار بتاع السوشيال ميديا. يعني اللي ما عندوش من 2007 2008 ابتدى يعمله في 2014 2015، فانت برضو بتتكلمي في 7 8 سنين اقل حاجه. ودلوقتي اهتمامهم الاول والاخير، زمان كانوا زي ما بقول لحضرتك بنسمع يا اما جرايد يا اما اخر الاسبوع اخر الاسبوع مثلا مع مش عارف مين اي حد. يعني كمل وانا ليا نقطه انا اتناقش معاك. تمام. فطبعا السوشيال ميديا بقت تأثيرها قوي جدا 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 جدا.
على الأجهزة الفنية وعلى اللعيبة أكتر. النقد اللي اللعيب بيسمعه واحد واثنين وثلاثة واربعة بيقولوه في وقت واحد على لعيب واحد يهمت بلد. أيوه. ولكي من غير ما أذكر أسامي يعني. في اثنين لعيبة في النادي الأهلي متشرحين. يا عم انقد زي ما أنت عايز بس من غير غلط. انقد زي ما أنت عايز. اللعيب بيشوف كل الكلام اللي بيتقال عليه. طب عايز أقف عند دية واتكلم عليها. اللعيب بيشوف كل اللي بيتقال وبيقف عنده. مش من البروفيشنال وايز ان لازم يكون ده بيجي من خلال الايجنت من خلال اللعيب نفسه من خلال الناس اللي بتحبه انه يقفل الكلام ده وما يبصش. مش ده المفروض يتعمل. مش هقول هنرجع بقى للكرة القديمة وان المدير الفني ايام الكابتن محمود الجوهري يمكن ما كانش معانا تليفونات يعني ساعتها لكن قافل عليك بشكل مباشر خوفا على الانتقادات علشان ممكن يكون مستوى المنتخب مختلف على مستوى النادي لان النادي ده كل يوم انت يعني انت مع اللعيب اللي هو يبقى متابع السوشيال ميديا متاثر بالسوشيال ميديا ولا من المفروض ومن الطبيعي ان اللعيب البروفيشنال اللي وصل لمرتبه عاليه يكون الايجنت بتاعه او في واحد مسؤول عن السوشيال ميديا وانه يبعد تماما ويبقى تركيزه في الملعب تركيزه مع فرقته تركيزه مع مدربه ويبقى موضوع السوشيال ميديا دوت حاجه يعني ماركتنج ليه ما مش اكتر من كده يعني انا اللي اسال حضرتك كم واحد بيعمل الكلام ده ايوه المفروض. هي بقى الفكره في كده الفكره لا كابتن الفكره ان انتوا على ايامكم يا كابتن هاني مفيش حاجه زي ايامنا هقول لك بس انا بس عشان تفهم السؤال احسن انا ما بقولش على ايامنا كان احسن مش احسن واوحش الفكره ما انا كنت مع منتخب مصر وكان في انتقادات كبيره جدا جدا وانا عضو في منتخب لا لسه مع اجيري لا انا بكلم وكان فيها سوشيال ميديا وفيها 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 علشان الواحد يخرج من الجزئيه دي كان بقدر الامكان ما بقولكش 100% ان انا هقطع وبتاع لا 90% ان انا ببعد عن الجزئيه دي عشان اركز مع الفرقه اكتر عشان اركز مع المضمون اكتر لان انا لو وداني للسوشيال ميديا انت اصل السوشيال ميديا فيها الكويس والوحش كابتن هاني من اجري دلوقتي الدنيا برضو اتغيرت زمان انت اللي ممكن كنت تختار هقول لك ده بتتكلم سنتين يعني. لا ماشي بس برضو الدنيا النهارده اختلفت تماما وسائل السوشيال ميديا مش انت اللي بتختارها هي اللي بتختارك انتوا بتختاروا تقروا الجورنان او تقفلوا وتقفله دلوقتي معاكي. السوشيال ميديا هي اللي بتختارك مش انت اللي بتختار غصب عنك بتجيلك انت عايزين نسمع ردك انا ليه وجهه نظر غصب عنك بتاثر انا ليه وجهه نظر واتفضل كابتن يمكن قالت نقطه مهمه ان لو انت حتى ما تبعتش زمايلك بيصوروا وبعتوه بتجيلك يا كابتن بتجيلك انما اللعيب الذكي المفروض يبقى في النادي الاهلي الكواليتي بتاعه انه لما يسمع نقد ياخد النقد اللي هينفعه ويرمي الباقي لان مش جمهور يعني مع احترامي لاحد مش اي واحد في الجمهور اللي هيقيمه اللي بيقيمه المدير الفني بتاعه ولجنه الكره المسؤوله عنه ما تعرفش كمان اللي بيقيمك ده يعني ينتمي لناديك ولا لا والاهم من كده ان دلوقتي في على السوشيال ميديا في جروبات في صح عشان كده من سنه لسنه بتفرق مش موضوع ان مش حكايه دي لبناني جميله مش حكايه انه جاري ما بينه وما بين الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي فتره قريبه كل سنه عن سنه ضغوطات وسائل السوشيال ميديا والموضوع بيزيد احنا الراجل بروفيشنال يعني احنا بنتكلم على ضغوط وبنتكلم على بروفيشنال ملهاش علاقه بايجنسي ملهاش علاقه بنتكلم على ايجنت لا انت برده مش فاهم السؤال يبقى عنده ايجنت هو اللي يكتب له على السوشيال ميديا وهو اللي يقرا عنه كل اللي بيتكتب وبعدين يوصله الكلام بطريقه كويسه مش هو اللعيب اللي يفتح ويبص ويشوف لا والنبي بيجي له والله بيجي له بيجي له لحد عنده مش فاهم السؤال اصلا الطبيعي ان انت كبروفيشنال انك ما بقولكيش مش هيمسك التليفون وما يتابعش لكن في فتره معينه فتره مر بيها مروان محسن على سبيل المثال الطبيعي ان انا اقفل الفيسبوك ده انا اقفل التليفون خالص صح ولا لا اقفل التليفون اللي هو بتاع زمان الصغير اسالك سؤال تفتكر مروان عمل كده انا بقول ده اللي المفروض يتعمل ده لمصلحته هو ده المفروض يتعمل ده اللي هو عمله كده لو هو عمله كده هيشيل الضغوط من عليه بدري وحتى لو ما يوصل له حد يقول له اصل مروان اتكتب عليك كذا يا عم طنش مش عايز اسمع بالظبط لا انا دايما اعمل كده وهشتغل اكتر انا بتكلم على جزئيه انا بقول لك كابتن هاني هل انت كام لعيب عنده الدماغ دي كام لعيب بعيد عن أيوة السوشيال ميديا أيوة قليلين ودي قليلين ما هو دي بقى هقول لحضرتك حاجه
يعني يا جماعه انا بتكلم محمد صلاح. محمد صلاح انت بتشوف على السوشيال ميديا يعني قليل، يعني قليل بيتابع، لكن الحاجات الايجابيه بتطلع. انا بتكلم على ليفل المفروض ان اللعيبه بتاعتنا توصل لهذا الليفل. في ناس معينه بتبقى بتشتغل. اللي وصل محمد صلاح لهذه المكانه انه دخل نفسه في الليفل ده. انت عليك لعيب محترف، انت بتلعب في النادي الاهلي، بتلعب في نادي كبير، انك ممكن تدخل نفسك في الليفل ده. عندك ايجنت محترم، حتى لو ما عندكش يبقى عندك العقليه انك تتصرف بالكلام دوت. يعني هو ده وجهه نظري. قلت لحضرتك في الاول صح. العقليه هي اللي تفرق. الطبيعي ان انا مهما يتكتب عني وحتى شفته او ما شفتوش اخد الحاجات اللي بتاثر فيها بالايجاب، والنقد ده هاخد برده اللي هينفعني، وبرده مش هيبقى هو الكلام الرئيسي، لان الكلام الرئيسي في الاول وفي الاخر للمدير الفني وللجهاز الفني. فهي الموضوع العقليه، انت عقليتك وصلتك لحد فين وهتوصلك لحد فين. هتسمع، ما احنا كنا بنسمع شتمتنا في المدرجات وبنشوف اللي بيشتمنا يا كابتن وما بيتكلمش، يعني ما فيش اسهل من كده. صحيح. ولكن الجيل ده اتغير، والطريقه بتاعه التعامل اتغيرت، عشان كده لازم عقليه اللاعب تبقى تتجدد. خلاص انا هسمع كويس، ده كويس ان ما فيش حد بيشتمني في وشي. ده دي اسهل بكتير يا كابتن، يعني لما الجمهور في الملعب كله يبتدي يسب تبقى حاجه وحشه جدا. لا ما هيبقى في الجمهور، هيبقى الجمهور اللي في المدرج ده هيعملها مره واحده. انت على السوشيال ميديا في ناس ممكن تتربص لك، مدفوع ليهم علشان يعملوا كده، وده ممكن يستمر. الجمع بصوت واحد احسن ما واحد يكتب في كل حته مقال وتجيلي عن طريق ناس معينه، فمش مشكله. انما لما يبقى صوت واحد، هي دي الضغوط بقى، هي دي ضغوط تيشرت النادي الاهلي، ان انا لازم استحملها سواء في الملعب او بره الملعب او على السوشيال ميديا. وثقتي بنفسي، ما هو اصل حضرتك في لعيبه كتير جدا، كتير كبيره جدا بتيجي النادي الاهلي ما بتستحملش الضغط بتاع التيشرت بتاع النادي الاهلي. صحيح. انه في عز الضغوطات دي كلها، ومفروض عليهم لما ينزل الملعب بيركز في ال 90 دقيقه بتوعه بس، ملوش دعوه بكل اللي حصل قبل كده واللي هيحصل بعد كده، هو بيركز في 90 دقيقه عشان يقدر يكسب، عشان يبص للي بعديه وهكذا. مش اي حد بيتحمل ضغوط النادي الاهلي، ودي لعيبه قليله جدا، والفكر ده مش مع كل اللعيبه، واكيد حضرتك عارف. مش كل طيب اللعيبة. على مستوى نخرج من النادي الاهلي، هناخد طبعا منتخب مصر. تابعت ازاي كمان مشوار منتخب مصر في تصفيات امم افريقيا، ووصلنا الحمد لله للكاميرون، واستعداداتنا بقى لمعمعه كبيره تصفيات كاس العالم، معانا انغولا وليبيا والجابون. شايف المشوار ازاي يا كابتن؟ اولا انا شايف ان الناس ضغطه قوي 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 على كابتن حسام البدري والجهاز الفني قوي، يعني بكل صراحه حتى وان كان في مشاكل مع اي فصيل لازم نهدى. دلوقتي كابتن حسام مسؤول عن منتخب مصر كله، عمل المطلوب منه حتى وان كانت الكره وحشه. اعتقد ان حضرتك قبل حضرتك على طول مستر كوبر لعب اسوأ كوره في مصر، اعتقد يعني ككره ممتعه. صحيح. كره ممتعه، ما كانش عندنا كره ممتعه خالص، بس كنا بنلعب زون ديفنس وبنلعب طويل، يا اما على محمد صلاح يا اما على تريزيجيه عن طريق عبد الله السعيد، وقدرنا نوصل لنهائي كان في 2017، قدرنا نوصل كاس عالم في 2018. صحيح. بس ما كانتش كره ممتعه للجمهور، ولكنها كره ايجابيه. صحيح. صح ولا انا غلطان؟ بس دلوقتي كابتن حسام وصل انه يروح الكان، وقدر ان هو في الماتش ما يخسرش ولا مباراه، يكسب 4 وتعادل 2. طب انتوا يعني خفوا الضغوط. مفيش كوره ممتعه، بس عايزين نعذره في حاجتين يا كابتن. الحاجه الاولانيه مفيش اي فترات اعداد عملها، مفيش اي فترات انسجام ولا ماتشات وديه. الناس هتقول طب ما هو السبب. لا، السبب ان الدوري كان ملتحم من بعد دوري الكورونا للدوري ده. احنا لو عملنا فترات توقف وعملنا ماتشات وديه هو كان يحصل تجمع دولي او اجنده دوليه كان في اكتوبر، والكابتن حسام قال لا، رفض. لا عشان علشان الدوري يكمل. ما هو بيحضر اللاعب بتاعنا عن طريق الدوري برضو. صحيح. ماتشات وديه هتنفع، انما الانسجام لو حضرتك بصيت للماتش الاولاني بتاع كينيا مفيش اي نوع من انواع الترابط ولا الانسجام بتاتا. تيجي تتفرج على الماتش الثاني هنا جزر القمة في انسجام كبير جدا، عشان قعدوا حوالي اسبوع 8 ايام بيتمرنوا مع بعض، وكابتن حسام بيتكلم والفكر بيبقى موحد. في ضغط على الخصم في اي حته، في تحرك بدون كوره، في لعب من لمسه ولمسه ولعبه، في خلخله الدفاعات بتاعه الخصم، كل ده كان موجود. الفرقه بتلعب في 40 متر، ودي نقطه مهمه جدا ما كانتش موجوده الماتش الاولاني. الماتش الاولاني كنا بنلعب في 70 متر، فكنا متقطعين يا كابتن من ناحيه الوينج ليفت والوينج رايت. صحيح.
والله بجد، انما الماتش الثاني احنا واقفين على الدايره من هنا وضاغطين من قدام، وضاغطين علينا من قدام، فمش عارفين يخترقونا ولا عارفين يلعبوا كره علينا. يمكن ما راحش للشناوي غير كورتين، فده دليل ايجابي ان كل ما يبقى فيه فتره انسجام اطول اعتقد بتبقى بيبقى المنتخب بيظهر بشكل اجمل. في الاخر كابتن حسام وجهازه حقق المطلوب منه، علينا ندعمه بس، لان احنا داخلين على المعمعه الكبرى، عندنا الجابون اول مباراه وبعدين ليبيا ثم انغولا رايح جاي، يعني مباريات صعبه جدا في فترات ضيقه. انت هتلعب شهر 6 شهر 9 شهر 10 وبعدين ترجع تلعب في شهر 11 نوفمبر النوك اوت بالظبط. ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا بس الاول ونطلع اول مجموعه. فانت في فتره 5 شهور يا تصعد كاس عالم يا ما تصعدش. لو ما دعمتش الجهاز يا عم استنى بعد 5 شهور او الجهاز ده ما صعدش بقول اللي انت عايزه، انما صبرت اللي فات بقاله سنه ونص ما فيش يعني ماتشات كتير، خلاص فاضل 6 شهور استحملنا من هنا لشهر 11 7 شهور بالظبط استحملنا، ونشوف بعد كده النتيجه نحاسبه عليها. صحيح. انما دلوقتي هنقعد نقول ده حصل واحد واثنين وثلاثة، كلامك لن يجدي. هو بينتقد على المستوى الشخصي اكتر ولا الناس ما بتفرقش او اللي بيطلع يهاجمه دلوقتي؟ والله العظيم والله العظيم اللي يعرفه اكيد كابتن هاني عارف فعلا بيحب الهزار ويحب الضحك. مين انما في الملعب مين اللي بيحب؟ كابتن حسام والله العظيم. كابتن حسام والله دمه خفيف وبيحب الضحك. انا بس ما اعرفوش شخصيا. لا لا هو بيحب. لا لا خلي بالك هو دمه خفيف وبيضحك ويهزر، انطباعات الملعب مختلفه شويه. وبعدين هو خلي بالك من غير ما يحس الناس فاكره ان هو مقشر عن قصد، مش قصد هو، لا غصب عنه غصب عنه، ده شيء طبيعي جدا. فيعني ساعه الشغل ما تاخديش حاجه من حد، فده بيبقى وقت شغله ومضغوط كمان وكل العيون معاك وعليك. أكيد فالدنيا اكيد فيعني انا رايي لحد السبع شهور دول ما يعدوا يا كابتن لازم يكون في دعم، ودعم مطلق. بعد كده حاسبوه زي ما انتوا عايزين، ولا انا غلطان؟ لا انا معاك مليون في المية، وكل يعني كل الناس عايزه يشوف منتخبنا في كاس العالم. امم افريقيا بقى احنا متعودين عليها، متعودين عليها ونفسنا كمان يا كابتن يبقى عند، يعني ان شاء الله باذن الله هتوصل ل 22 كاس العالم، هيجي لك ثقه انك لا ده مصر قادره كل اربع سنين تروح كاس عالم، مش كل مثلا من غيب 20 سنه او 15 سنه. فده كمان للاجيال اللي جايه، عندنا منتخب اولمبي عظيم ممكن ناخد منه 5-6 في كاس العالم اكتر كمان ممكن. يعني بالظبط يعني بصراحه يستحق. صحيح. فطبعا التوالي بتاع وصولك لكاس عالم او التوالي اللي كان بالنسبه لنا احنا صعب ان احنا ما نوصلش، يمكن الفتره بتاعه 2013 ل 2017 دي كانت فتره على مصر كلها يعني على مصر كلها كانت صعبه، انما في العموم احنا بنوصل للكان كل سنتين، ده شيء طبيعي. اللي عايزينه يبقى طبيعي بقى نبقى زي تونس والجزائر والفرق دي، ان احنا كل اربع سنين نروح كاس عالم. لا مش شمال افريقيا، يعني تونس والجزائر يمكن اكتر فرقتين، وكوت ديفوار والكاميرون الفرق دي ما بتخرجش من كاس العالم. نيجيريا بيعرفوا يوصلوا كاس عالم على طول، يا رب تبقى مصر واحده منهم، لان الوصول ل 2022 خلينا كمان نفكر في 2026 مع وجود المنتخب الاولمبي منتخب الشباب اللي كان مع كابتن ربيع. ده حلم ودافع لكل لاعب اكيد، يعني اي حد في الدنيا بيتشرف انه يكون موجود في كاس العالم، مش احنا بس، ده كل بلاد العالم في شرف ان انت تبقى موجوده في كاس عالم. فاعتقد يعني يا رب يا رب ربنا يوفق كابتن حسام والجهاز الفني ومنتخب مصر كله ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا. ميرسي، ربنا يبارك لك. شرفتنا النهارده، نورتنا، دايما بتمتع معاكم والله. لا والله بتبقى فقره مميزه، وان شاء الله معانا باذن الله. انا مغرور في اي حته يا كابتن، ان شاء الله بتنورنا دايما. ربنا يخليك، شرفتنا وشرفتنا حبيبي. شكرا جزيلا. احنا كمان مشاهدينا بنشكركم، ولكن دلوقتي جه ميعادنا وميعاد حضراتكم مع فقره الخط احمر في البيت الكبير مع زمايلنا طبعا محمد فارس واحمد اسامه اللي بينوروا كل يوم ثلاث. اهلا بيك يا سام. اهلا بيك، واهلا بكابتن هاني، واهلا بكابتن احمد فوزي اللي سبق الكل في انه يصيف النهارده. يا حبيبي يا فارس انت واسامه والله منورين الدنيا ودايما بتمتعونا، وهنعمل ايه بقى الدنيا حر. حبيبي الله يخليك يا كابتن احمد. طايقين نفسكم ازاي؟ طايقين نفسكم ازاي بالكرامات دي؟ استمتعنا بيكم والله يا كابتن. ربنا يبارك لك. بالتوفيق، جود لك ان شاء الله. كالعاده تبقى فقره مميزه دايما مع خط احمر. احنا اتفقنا يا كابتن هاني ان الثلاثاء في الاهلي خط احمر ثلاثاء عظيم. بالراحه مش شلاليت. بالراحه شلاليت. بالراحه شلاليت. لا بالتوفيق كله على الهادي النهارده، كله على الهادي. بس بعد الفاصل نرجع والاهلي خط احمر.